أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوة. النهاردة يوم خاص لأن احنا النهاردة بصدد الحوار عن علماء مصريين حقيقيين رواد في مجال الحقن المجهري. مركز تخصص في الحقن المجهري منذ سنوات طويلة، هو المركز الرائد للحقن المجهري في منطقة الشرق الأوسط سنة 1986، وده تاريخ في الحقل المجهري يعتبر تاريخ أولي من زمان. يعتبر كلمة 86 دي في الحقل المجهري يعني أول ما العالم كله كان بدأ يخطو خطوات واضحة في الحقل المجهري. كان هناك عالمان كبار جدا، يعني لما أتكلم عنهم لازم كل الأسرة الطبية، كل المشاهدين، كل الناس في اللي بيتفرجوا علينا لازم ينتبهوا جدا للاسمين اللي هنقولهم دلوقتي. الأستاذ الدكتور محمد أبو الغار والأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، دول ميجا ستارز في عالم الطب، ميجا ستارز بالمعنى الحرفي. ودول نقلوا الحقن المجهري في مصر نقلة كانت صعبة جدا في الوقت ده، وعملوا شيء كان غريب بالنسبة للوطن العربي، إنه ينقلوا تكنولوجيا وتقدم علمي، بل ويبتكروا فيه ابتكار كبير للغاية، لأن هم مش مجرد أسماء نقلت تكنولوجيا بس، دول ابتكروها وطوروا فيها وأضافوا ليها أجزاء مهمة جدا جدا العالم كله سجلها بأسمائهم حتى الآن. فدول أسماء أسطورية. احنا بنتكلم النهاردة عن أسماء دكتور جمال أبو السرور والدكتور محمد أبو الغار، دول أسماء أسطورية في عالم الحقن المجهري وفي عالم التلقيح الصناعي. النهاردة حوارنا هيكون مع اسم كبير من أسماء الحقن المجهري في مصر والوطن العربي، وأيضا مع طبعا يعني واحد من البارزين في هذا المجال، وهو بالتأكيد يعني الآن هو زي ما بيقولوا مانجر مهم جدا في هذا الكيان الهام جدا. فاسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكلية الطب جامعة الأزهر، والمدير الطبي للمركز المصري للأطفال الأنابيب، وزميل جامعة مونبلي الفرنسية، وعضو الجمعية الأوروبية للأطفال الأنابيب، وعضو الجمعية الأمريكية للأطفال الأنابيب والحقن المجهري الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ ومتشرف جدا بكون معاك النهارده. ده شرف لينا احنا. لا ده احنا اللي متشرف بجد. يعني انا يعني كون ان انا طبعا الدكتور احمد هو نجل الدكتور جمال ابو السرور. دكتور جمال ابو السرور احنا لما كنا بنشوفه يعني بنشوف يعني اقول ايه، واحد من جاد فادر الطب طبعا، ومن الايقونات العظيمه في عالم الطب في الوقت دوت. يعني هو ما زال يعني ربنا يديله الصحة، منزول حضرتك. وهو الدكتور أبو الغار طبعا يعني احنا مشكرين أول عقولكم دعوتنا. لا ده احنا نتشرف. وعايز أبدأ الأول بالمركز المصري، يحكي لي بقى يعني أنا قلت العدد عندكم 120. دلوقتي تخطينا ال 120. تخطيته. تخطينا التقرير بتاعنا لسه، انا برضو انا قلت اكيد العدد كبير. تخطينا تقريبا دلوقتي 150. ما شاء الله. يعني لما ابتدينا او لما ابتدوا الحقيقه سنه 86، انا كان عندي 10 سنين في الوقت ده. فلما ابتدوا سنه 86 طبعا كان تيم صغير مكون من 5 اشخاص بيعمل حالتين ثلاثه مثلا كل 4 5 شهور. كانوا بيحطوا في الصخر. كان محطوط في الصخره طبعا. كان محطوط في الصخره جامد. قدامهم يعني عوائق كتيره، مش من الناحيه العلميه بس، لا من ناحيه كمان الرفض المجتمعي، السوشيال اكسبتنس يعني. بس طبعا النهارده الدنيا اتطورت، فبقينا مركز كبير الحمد لله. يعني دلوقتي في حوالي 150 حد بيشتغل، وبنعمل حوالي 5000 حاله في السنه. ما شاء الله. الصوره هي يعني صوره مصغره طبعا. دول مش كل المركز اللي احنا شايفينه ده، احنا دول اكيد الهيد ماسترز والدكاتره والى اخره، لكن الموضوع اكبر. نحط صوره واحده ما هنحط 150 شخص ازاي في صوره؟ صعب يعني. بس ما شاء الله. وحستوا على الايزو. حافظنا على الايزو. لا ما انا عارف كل حاجه. ده شيء رائع جدا جدا. ايه يعني التطور بقى اللي حصل من سنه 86؟ لا طبعا حك يعني موضوع اطفال الانابيب نفسه اول ما ابتدى كانت عمليه معقده وصعبه جدا. يعني هكا شرف ما كانش فيه الادويه الموجوده دلوقتي،
فما كانش فيه كنترول ان حضرتك تقدر تسحب البيضات في الوقت اللي حضرتك عايزه. فانا اذكر كويس قوي زمان لما كنت بسافر مع والدي مثلا اسكندريه او حاجه، يعني ياما كنا اول ما نوصل يقول لك لا معلش احنا لازم نرجع تاني عشان محتاجين نسحب البيضات دلوقتي، وينزلوا يسحبوا البيضات الساعه 2 بالليل و3 بالليل وحاجه. لا الموضوع كان معقد فعلا، وسحب البيضات ده يعني النهارده حضرتك عارف اجراء سهل وبسيط ياخد له 10 دقائق، زمان لا كان صعب قوي عن طريق منظار بطن وتخش وفي ريسك عليك وعلى المريض ده. فالدنيا طبعا اختلفت تماما يعني دلوقتي يعني الامر اختلف ما شاء الله، بس ما شاء الله الرياده ما زالت موجوده والاداء نفس الاداء بنفس القوه دي، ده شيء معهود عن المركز المصري. لكن خلينا نبدا بالكلاسيك واي، امتى اقول ان الست دي او الكابلز دول عندهم تاخر حمل؟ بص هو في طبعا تعريف علمي لموضوع تاخر الحمل. التعريف العلمي ده ان الراجل والست يكونوا متجوزين وقاعدين مع بعض بطريقه منتظمه من سنه ونص لسنتين وما حصلش انجاب. بس طبعا دي برضو بنحط لها شويه اكسبشنز، يعني الست اللي هي مثلا عندها 40 سنه لا ما نقدرش نسيبها سنتين ونقول تاخر انجاب، لان عبال ما نبتدي نفكر ونشتغل هيكون السن تقدم بيها ما نقدرش نعمل لها حاجه. الست اللي هي مثلا جوزها بيسافر ما نقدرش نقول لا ان ده تاخر حمل عشان ما فيش سبب، لا هو في سبب ان زوج بيسافر. الست اللي عملت عمليات قبل كده فتحت بطنها وعندها اورام ليفيه او عندها هجره برانه الترحم او اي حاجه من الحاجات دي، كل دول ما نقولش عليهم التعريف اللي احنا قلناه. بس طبعا الغالبيه العظمى بالناس اللي هو اتاخروا بعد سنه ونص وسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه، بنبتدي نتدخل طبيا بحيث نشوف ايه السبب لكده. امتى نقرر ان احنا نعمل حقن مجهري؟ في اسباب كتير للحقن المجهري، طبعا في اسباب خاصه بالزوج واسباب خاصه بالزوجه واسباب خاصه بيهم هما الاثنين. الحاجه الاولانيه بالنسبه للزوج اهم حاجه هو تحليل السائل المنوي. الرجال اللي عندها سائل منوي ضعيف او قليل او ما فيش حيوانات منويه خالص، خلاص من الاول سكتهم معروفه ان هي طريقها الحقن المجهري. بالنسبه للزوجه لا في اسباب كتير، اولها واشهرها اللي هو الالتصاقات الموجوده على الانابيب، ودي بتنتج اساسا تكون الست عندها مثلا فتحت بطنها قبل كده، عملت ورم ليفي، ازالت اكياس على المبيض، عندها هجره برانه الترحم، حاجات كلها ادت لوجود التصاقات على الانابيب، او في مشاكل في التبويض زي مشاكل في الغده النخاميه او تكيسات المبايض، والحاجات اللي هي ما استجابتش للنوع الاخر من العلاج، لان ما بيكونش ابدا الاطفال الانابيب هو اول لاين للتريتمنت، لا هو في خطوط تانية اطفال الانابيب ده بنحتاج له في الاخر لما نحتاج نوصل للخطوه دي. وبيبقى في جزء 20% من الناس تقريبا هم الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه، يعني واحده من كل خمسه عندهم عقم، الراجل والست ما فيهمش اي سبب بس بيحتاجوا حقن مجهري لان مجرد ما حصلش حمل. طبعا نسبه مش قليله 20% منهم يعني اللي هو الحمل التاخر الانجاب غير مفسر غير معروف السبب غير معروف السبب اللي هو unexplained infertility بيقولوا عليه. القصه المثيره دي. لكن الحقن المجهري ايه هو نفسه؟ لما ناس كتير على فكره لغايه دلوقتي بتتلخبط ما بين الحقن المجهري مثلا واطفال الانابيب. لا الحقن المجهري هو تطور اطفال الانابيب يا دكتور ايمن. يعني الحقن المجهري ده باختصار ان احنا ندي المريض ادويه قويه تنشط التبويض لحد البيضات لما تكبر بنسحبها بره، فنفس اليوم ده بناخد الحيوانات المنويه بتاعه الزوج عشان نحقنها في البيضات دي ونعمل الاجنه بعد كده نزرعها. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه بترتبط بسن المريض. لو احنا سيبنا الحيوان المنوي يخترق البيضات لوحده يبقى ده اسمه اطفال انابيب، يعني احنا ما حقناش الحيوان المنوي جوه البويضه، وده اللي كان بيحصل زمان لحد سنه 90 او 91. من سنه 92 حصل بريك ثرو، حصل ثوره كبيره قوي ان احنا بقينا ناخد الحيوان المنوي ونحقنه جوه البويضه فيبقى اسمه حقن مجهري. فالتعريف السليم للموضوع هو اطفال الانابيب مع خطوه الحقن المجهري، دي خطوه زياده ودي كانت خطوه مهمه جدا ان الحقيقه فادت ناس كتير قوي في الموضوع ده. اذا الحقن المجهري هو اسلوب يقرره الدكتور، قد يقرر انه يعمل اطفال انابيب او قد يقرر انه يعمل حقن مجهري بالشرط يعني. بالظبط كده، بس احنا غالبيا دلوقتي من اغلب الناس بنعمل لهم الحقن المجهري يعني. بس لا لسه في ناس ليها ممكن نعمل اطفال انابيب طبعا. ناس كتير عندها اعتقاد ان الست لما سنها يتقدم شويه يكبر يعني سن نعمل لها حقن مجهري، لكن لو هي سنها صغير وحد قال لها تتعمل حقن مجهري لا اكيد ده اتلخبط، اكيد انت لسه في العشرينات. هل في سن معين للحقن المجهري؟ في سن طبعا، هو حسب الحاله فيها ايه بالظبط. يعني مثلا لو ست كان عندها هجره برانه ترحم قافله الانجوبتين الاثنين وسنها صغير لا خلاص دي محتاجه تعمل حقن مجهري من الاول. ست عندها 25 سنه ومتجوزه بقى لها سنه والزوج ما عندوش حيوانات منويه لا طريقها من الاول طبعا الحقن المجهري. بينما طبعا حضرتك قلت برضو حاجه مهمه جدا ان مفيش داعي نستعجل على الناس، يعني ما يبقاش بالعكس ست عندها 25 سنه ومتجوزه بقى لها سنه مثلا او سنه ونص وزوج سليم ما فيهوش حاجه
ونروح للدكتور نعمل حقن مجهري. لا طبعا ده يعني عارف هيبقى يعني سوء استعمال للتكنولوجيا. لا بجد هي سوء استعمال للتكنولوجيا، ان في الاخر حضرتك عارف لو نسبه نجاحه 100% هوافق. لا بس طبعا الحقن المجهري ده فيه عبء نفسي وعبء مادي وليه consequences، يعني ممكن الست تتطلق من جوزها في حاجه زي دي طبعا. وال مش عارف اقول ازاي، العبء النفسي والمادي بيكون صعب عليها، واحساس الفشل بعد الحقن المجهري وحش قوي. فطبعا هو حاجه مفيده وتكنيك مفيد، بس للي محتاج ده، مش عمال على بطال كده لاي حد يعني. انت نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا بهذه الزياره العظيمه، والحقيقه يعني اولا طبعا سلامي للدكتور جمال ربنا يخلي حضرتك، وسلام اكيد لكل الاسره الطبيه لهذا الرجل العظيم الدكتور محمد ابو الغار، الرجل العظيم. الناس دول الحقيقه يعني نقدر نقول ان هم حملوا على عاتقهم الحقن المجهري ورفعوا مستوى يعني هذا البرانش وهذه الاكاديميه العظيمه جدا جوه مصر، وكده احنا بقينا بسببهم وبسبب الاجيال اللي تالتهم زي حضرتك وكل الزملاء بقينا رواد الحقن المجهري في المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، المنطقه العربيه، بلا منافس ولا منازع. فنورت وشرفت وشرفت بيك، اتشرفت بحضرتك جدا، ويعني اتمنى اشوف حضرتك تاني ان شاء الله. ان شاء الله ده شرف لي، ده شرف لي يعني. ميرسي، ربنا يخلي حضرتك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب جامعه الازهر، وصاحب وطبعا المدير الطبي للمركز المصري للاطفال انابيب والحقن المجهري، وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للاطفال انابيب والجمعيه الامريكيه. كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق، التي حدثنا فيها عن الحقن المجهري، وتحدثنا فيها أيضا عن واحدة من أساطير الطبية الموجودة في مصر، المركز المصري، بقيادة اثنين من الكبار في مصر والعالم العربي طبعا، أستاذ زدنا الأستاذ دكتور جمال أبو السرور والأستاذ دكتور محمد أبو الغار. كل التحية للرواد المصريين في العالم العربي، الرواد المصريين اللي رفعوا اسم مصر في مجال الطب في العالم العربي. دول اكيد هم وكل الرواد المصريين، دكتور مجدي يعقوب ودكتور احمد زويل، في كل الفروع الطبيه والعلميه بلا شك هم دول النجوم الحقيقيين. خليكم دايما مع الناس الحقيقيه. الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، طب عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات السمنة، زميل الكلية البريطانية أدنبرا. اهلا بيكم. ثلاث حاجات عايز اكلمكم فيهم قبل ما ندخل في الحلقه. اولها ان الموبايل والتابلت خلى نسبه الاطفال اللي بيمارسوا رياضه تقل جدا، لدرجه ان هم يعني بيقولوا انها اصبحت 1%، اقل من 1% بسبب الموبايل والتابلت. كل العيال قاعدين على الموبايل والتابلت. السمنه ممكن تمنع بنت او ست انها تبقى شايفة نفسها على حقيقتها بعد ما تفقد وزنها،
بتكميم أو تحويل مسار تدخل في عالم الجميلات. النهاردة واحد من نجوم عالم جراحات السمنة المتميزين، الاسم الكبير والقيمة العلمية القديرة اللي بسعد بحواره العلمي الراقي جدا ودايما اللي فيه تفاصيل دقيقة للغاية، والنهاردة قصص مثيرة، النهاردة يوم القصص والحكايات. النهاردة مع القمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، الأستاذ لجراحات التكميم وتحويل المسار، استشاري جراحات المناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو، وعضو جمعيات الأوروبية والأمريكية لجراحات السمنة، وزميل الكلية البريطانية بأدنبرا، الاسم الكبير وواحد من ميجا ستار هذا المجال. أهلا بك يا دكتور. أهلا، وحشني والله. الله يخليك. هي لعبة بينج بونج ما بين السمنة والسكر. تمام. ده بيلعب وده بيرد عليه. مين اللي بدأ اللعبة؟ مين اللي بدأ السيرف؟ احنا بنشوف مين؟ احنا بنشوف عيان وزنه كبير عنده سمنة ومعه سكر. هي زي ما انت بتقول هي فيشس سايكل. بس انا ما يعني انا ما لا يعنيني مين اللي بدأ الاول. انا يعنيني ان العيان البادي ماس اندكس او وزنه عالي جدا او ان هو بيعاني من السمنه ومرتبط معاها وجود السكر. فالسمنه طبعا بتعمل سكر من النوع الثاني وجزء منه بيبقى غالبا من النوع الاول. لان الدهون بتعمل ماسكنج للريسبتورز اللي موجوده، فالانسولين الطبيعي اللي طالع من البنكرياس ما بيقدرش يشتغل، فبيبدا العيان يشتكي ان هو عنده سكر. فبالتالي ده طبعا ده فيديو بيبين تاثير السكر على اعضاء الجسم كلها. انا ببساطه بشبه ان كل خليه من خلايا الجسم بتعاني من مرض السكر. كل خليه في كل عضو. يعني لو اتكلمنا على الجهاز العصبي، السي ان اس بيتاثر من السكر في صوره الاحساس ابسطها. على القلب بيتاثر من السكر، على الكبد بيتاثر من السكر، كل اعضاء الجسم بتتاثر من السكر، الشبكيه السكر، القدم السكري السكر، الضعف الجنسي السكر، مشاكل المثانة والتهابات المثانة والتهابات المجرى البولي من السكر، في السيدات الالتهابات المهبلية سكر، السكر داخل في كل حاجة. فاحنا بنتكلم ان في سكر من النوع الاول وفي سكر من النوع الثاني. طب السكر من النوع الاول هو سببه ان البنكرياس مش قادر يطلع كمية الانسولين الكافية اللي تقدر تحرق الجلوكوز اللي موجود في الجسم. السكر من النوع الثاني البنكرياس بتاعنا سليم وبيطلع انسولين، بس بيروح على الريسبتورز او المستقبلات في الاطراف والاعضاء كلها وما بيقدرش يشتغل نتيجه لوجود الدهون. طب مين اللي مرتبط بالسمنه؟ بيبقى غالبا السكر من النوع الثاني. طب هو في معاناه على مستوى العالم من 200 300 سنه من السكر؟ طبعا. ما فيش حد في مصر في عنده حد في العيله عنده سكر. طب هو مين العيان اللي هيستفيد من عملية من عمليات السمنة في ظل وجود السكر؟ وهو ده السؤال المهم. رقم واحد، لازم طبعا يكون في زيادة في الوزن عن الطبيعي اللي هو معامل كتلة الجسم أكتر من 35. لو احنا بنتكلم ان في زيادة عن الوزن المثالي ما بين 20 كيلو ل 25 كيلو، فده عيان هيستفيد ان هو لو خس في الوزن هيستفيد جدا ان ممكن السكر يروح ويختفي. طب هو ان هو يخس في الوزن، احنا برضو ما بنتكلمش على فكرة عمليات بس. يعني دكتور السكر والبطنة لما عيان عنده زيادة في الوزن، عنده سمنة مفرطة وعنده سكر، هو بيقول له قلل وزنك. طب قلل وزن ازاي؟ قلل وزنك رقم واحد عن طريق الرجيم. لو قدرت تنزل وزنك عن طريق الرجيم وان انت عن طريق الدايت والرياضة، هو شيء افضل بكتير، واحنا بنقول الكلام ده للمرضى. انما امتى هتلجأ ان انت تعمل عملية او ان انت تفكر ان انت تعمل عملية من عمليات السمنة عشان تضيع السكر؟ ان انت فشلت في التجربة الاولانية اللي هي نسميها التجربة السلمية، اللي هو ما فيهاش عمليات جراحية وما فيهاش تدخل. طب امتى بقى لما تفشل الفكرة دي او التجربة دي مع المرضى ايا كان السبب، بنبدأ نفكر ان احنا هنعمل عملية.
بيبقى دايما السؤال اللي في ذهن العيان، طب انا هعمل تكميم معده او تحويل مسار؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني وده اللي احنا بنشرحه للعيان، لان في الاول والاخر الشفاء من عند ربنا، ان انت تبقى كيور، ان انت ما تاخدش اي ادويه للسكر سواء كان الراس او انسولين، دي اعلى درجات نجاح العمليه. طيب احنا لازم نبقى محددين هو انت وضعك ايه. وضعك ايه يعني ايه؟ وضعك ايه كسكر؟ هو حضرتك سكر من النوع الثاني ولا سكر من النوع الاول؟ فبنعمل تحاليل. الحاجه الثانيه غالبا بيبقى السكر اللي موجود خاصه في سن اللي فوق 45 في ظل وجود سمنه بيبقى خليط ما بين النوع الاول وما بين النوع الثاني، بس النوع الثاني بيبقى غالب بصوره كبيره. عشان كده احنا لازم العيان اعمل له كاتيجورايزيشن، بمعنى ايه؟ انا اصنف العيان اللي جاي قدامي ده، انت حضرتك بتاخد انسولين والسكر مظبوط على جرعه الانسولين بتاعتك، ولا انت بتاخد انت بتاخد انسولين والسكر مش مظبوط، ده اعلى درجه انسولين بجرعات عاليه والسكر مش مظبوط، ولا انت الكاتيجوري اللي بعده اللي هو احسن شويه انت بتاخد انسولين والسكر مظبوط، ولا الكاتيجوري اللي بعديه انت بتاخد اقراص والسكر مظبوط، او رقم أربعة انت ما بتاخدش اي ادويه والسكر مظبوط وده الانسان الطبيعي اللي زيه زيك. طيب هو ايه توقعاتي اللي هو انا العيان قاعد قصادي بيقول لي طب ايه توقعاتك في العمليه هتعالج السكر بأنهي درجه؟ انا بقول له اقل حاجه ان احنا هننزل درجتين، يعني لو حضرتك بتاخد انسولين والسكر مش مظبوط هننزل للدرجه بتاعه اقراص والسكر مظبوط، يبقى احنا نزلنا خطوتين. طب الشفاء، الشفاء دي حاجه نهائيه وبتبقى خطوه من عند ربنا، بس احنا بناخد بالاسباب. فالكاتيجورايزيشن او تصنيف العيان عشان يبقى عارف انت فين وبعد العمليه هتوصل لايه، ده مهم جدا. ده عن طريق مناقشتي مع العيان، مع التاريخ المرضي، مع التحاليل اللي بتتعمل. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ نعمل تكميم ولا هنعمل تحويل؟ وايه دور العمليه؟ وفي سؤال تاني مهم كمان، لو السكر ما تعالجش تماما بعد الجراحه ده مؤشر ان العمليه فشلت؟ ده سؤال تاني يعني، بس جاوبني الاول على العمليات. طبعا احنا لو بنتكلم على نوعيه العمليه بالنسبه للشفاء من السكر، احنا بنتكلم في تو كاتيجوري، رقم واحد تحويل المسار، رقم اتنين اللي بعديها تكميم المعده. طيب على اي اساس بقى اختار تحويل المسار او تكميم المعده؟ هو برضو مش كل العيانين زي بعضهم، هي عباره عن باكج. يعني الناس عندها 25 هنقول في العشرينات عندها وزن معدي 120 130 140 اوزان كبيره، هو يعتبر يانج، هو صغير. انا كوليد ابراهيم انا ما احبش ان انا اعمل له تحويل مسار وهو في السن الصغير ده في العشرينات او الثلاثينات، لان الفولو بتاع العمليه محتاج اورينتيشن ووعي عالي جدا، محتاج ان يبقى فيه صفقه. بمعنى ايه صفقه؟ صفقه ما بيني وما بين المريض. انت عندك 45 سنه، عندك سكر فانت بتاخد ادويه، عندك مصاحب معاه ضغط فانت بتاخد ادويه، مصاحب معاه كوليسترول فانت بتاخد ادويه، انت ماشي بشنطه ادويه عشان تظبط الضغط والسكر والكوليسترول. بدل الشنطه دي احنا هناخد بدلها فيتامينز في صوره كالسيوم، في صوره حديد، في صوره فيتامين بي 12 وفيتامين بي كومبلكس، بس لازم دول تاخدهم فور لايف. فهو بيبقى ديل ما بين الدكتور وما بين العيان، انت عايز ايه؟ هدفنا في الاخر ان احنا نعالج السكر، احنا بنتكلم رقم واحد تحويل مسار، رقم اتنين تكميم معده. بيجي السؤال اللي بعده واللي انت اتكلمت فيه دلوقتي واللي ناس كتير بتتكلم، فشل عمليات السمنه او فشل تكميم المعده او فشل عمليات تحويل المسار اذا لم يعود السكر لمعدلاته الطبيعيه. تمام. برضو الـ 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 القصه باكج، بمعنى ايه؟ لو احنا هنحط النقط السلبيه قبل ما نعمل العمليه، حضرتك عندك سكر وبتاخد انسولين وان كنترولد، وبعد العمليه النقطه دي ان انت بقيت تاخد اقراص
واتيفر انت هتاخد تعمل تكميم او تحويل، لان احنا قلنا ان الكيور من السكر في الاول والاخر ده حاجه بتاعت ربنا، بس بيحصل نسبه كيور اب تو 90% في عمليه تحويل مسار. فاحنا الفشل ده احنا بنشوف انت كان عندك ايه. انت كان عندك سكر وبتاخد انسولين والسكر بتاعك مش مظبوط، فانت مش عارف تتعايش مع الحياه، اللايف سبان بتاعك قليل. يعني انت لو هتعيش بدل ما هتعيش 10 سنين انت هتلاقي نفسك في خلال سنتين حصل تهالك في جميع اعضاء الجسم نتيجه للوضع اللي انت فيه. فانت لو وصلت المرحله بعد العمليه ان انت بقيت احسن وبقيت السكر بتاعك مظبوط على قراص، ده من وجهه نظري نجاح، فدي لازم تتحط في الحسبان. معاها ضغط واختفى، طب ما دي نجاح. معاها نزول في الوزن، فانت حالتك الصحيه كتاثير وزن على العمود الفقري اتحسن، فدي تعتبر علامات نجاح. مش معنى النجاح ان انا اجيب 100% والا ما تبقاش في حد ناجح في الدنيا. لا، النجاح فيه منه 80% وفي منه 90% وفي 85%، فنسب النجاح متفاوته، انما في الاخر هو في نجاح انما فيش فشل. وغير كده في يعني الحاله بتتغير، ممكن جدا السكر يتحسن بعد فتره ثم يختفي تماما بعد فتره اخرى، وده حقيقي. وفي بعض الاحيان بيحصل العكس، والناس بتعتبرها ان هي نوع من انواع السايد افكت، وانا شايفها مش نوع خالص من انواع الفشل في العمليات. يعني لو الناس بتتكلم على فشل العمليه في عمليات التكميم، ان بعض الناس بيرجع وزنها بعد 10 سنين و12 سنه لنفس الوزن، انا في وجهه نظري من على ارض الواقع ان ده عمره ما كان يعتبر فشل. لان ببساطه لو انت كان وزنك 120 وعملت تكميم معده ونزلت 80، بس عدم اتباعك للرولز بتاعت العمليه وان انت تبعد عن السكريات والحلويات والسعرات الحراريه، ولقيت بعد 10 سنين رجعت تاني 120، ده لا يمكن يكون نوع من انواع الفشل، لانه زود اللايف سبان بتاعك لمده 10 سنين ان هو نزلك في الوزن، فعيشك حياه تكاد تكون طبيعيه بنسبه 100% في خلال 10 سنين. رقم 2 ان هو منعنا ان الوزن يطلع يبقى 180. فساعتها كان هيبقى في نوع من انواع الهانديكابد، انت بقيت انسان معاق. ففي جميع الاحوال من وجهه نظري، وبقى لنا 15 سنه بنعمل عمليات تكميم معده وتحويل مسار، واتيفر ذا ريزلت في خلال ال 15 سنه عمرها ما كانت تعتبر صوره من اي صور الفشل اطلاقا. والكلام ده كوجهه نظري كطبيب، والاكثر اللي هو ردود افعال الناس اللي هم الناس اللي عملت عمليات من 10 سنين و12 سنه وبدا وزنهم يرجع تدريجيا، بس عمره ما بيوصل للي كانوا فيه، بس هو في حد ذاته بيجي. طب احنا نسال نفسنا، هو العيان بعد التكميم بعد 10 سنين وهو خس مثلا 50 كيلو ورجع 20 كيلو، يعني برضه فضل خاسس تقريبا اكتر من النص، وده التعريف العلمي لفشل العمليه الجراحيه. يعني لو قلنا ايه التعريف الطبي لفشل العمليه الجراحيه، او بصوره عامه هو ايه فشل العمليه الجراحيه، انا من وجهه نظري بيتقسم لحاجتين، معنى طبي ومعنى بيرسونال اللي هو معنى المريض، المريض يفهمه ازاي. الطب بيقول ان عمليات التكميم وتحويل المسار تفشل لو العيان رجع اكتر من 50% من الوزن الزياده اللي فقده. بمعنى لو هو الوزن المفروض كان يبقى 80 وهو العيان جاي عامل العمليه كان وزنه 120، فهو نزل بقى 80 فنزل 40 كيلو. الديفينيشن الطبي الفشل العمليه انه يرجع يزيد 21 كيلو اللي هو اكتر من نص. وده احنا بنشوفه في حالات نادره جدا للناس اللي بتاكل سكريات وحلويات بعد تكميم المعده، ده معنى الفشل. ده المعنى الطبي. طيب المعنى اللي هو بقى البيرسونال اللي هو العيان، عمر العيان ما بيحس بفشل حتى لو زاد ال 40 كيلو اللي هو نزلهم، لانه ببساطه بيجي بعد 10 سنين وحصل فيه كده، وده نتيجه ان هو كل سكريات في عمليات التكميم، وبيطلب ان هو يخس تاني لانه بيدمن الخسسان، لانه شاف حياه مختلفه تماما لما نزل في الوزن. وبالتالي لو كان في رجوع في الوزن بعد 10 سنين من عمليات التكميم، هو بيبدا يشوف ايه اللي ممكن يعمله عشان يرجع لنفس القصة تاني ويعيد التجربة من الأول، لأنه حس بإحساس مختلف جدا لما نزل في الوزن. عندي قصص وأسئلة واستفسارات
وبنقدر نقول عليها حالات مرتبطة بجراحات سمنة أو بالسمنة عموما. أولها إن مريض بعت لنا بيقول أنا بقالي سنة ونص عامل عملية ما حددش نوعها، وقال عنده مشكلة لما بياكل حاجة مسكرة بيحس بوجع في جسمه كله حتى في العظم، بيحس بحمدان، بيلاحظ كمان إن الموالح زي البرتقال أفضل من السكريات. عايز يفهم الحالة دي. أنا أعتبر يعني أنا من وجهة نظري كطبيب إن ده سؤال مميز بأدفانتج مميزة جدا، ميزة يعني. دي ميزة عالية جدا. لو حصلت في العيانين اللي بيعملوا تكميم معدة يبقى ده، لأن السندروم ده أو الكاركتر ده بيحصل في الناس اللي بتعمل تحويل مسار، دي اللي اسمها الدامبينج. دامبينج اللي هو، وفيها في ناس عاملة تكميم معدة، هنا القصة دي اتوصفت في عمليات تحويل المسار، إنه أول ما يأكل حاجة مسكرة فبتنزل في الأمعاء، فبيحصل نوع من أنواع كطب وتفسير نوع من أنواع الهايبوفوليميا، المية اللي في جسمه كلها كأنها بتقع. إنما العام بيوصفها إزاي؟ بيقول أنا ما بأكل حاجة مسكرة في تحويل المسار وفي بعض حالات تكميم المعدة، يقول أنا حاسس إن أنا عرقان، بيحصله نهجان، ما مش قادر ياخد نفسه، كأنه بالظبط up to die اللي هو حاسس إن أنا بموت وبقع. القصة دي لما بأكل حاجة سكريات، فده نوع من أنواع البيهيفير. فاكر زمان في الفسيولوجي كان القصة بتاعت الجرز والديشن ريفلكس، هو ده. فهو هترتبط معاه إن كل ما هياكل حلويات كل ما هيحصل هبوط، والقصة دي تحصل له إن هو يحس إن هو بيموت. مرة مع التانية مع التالتة بيبطل إن هو يقرب من السكريات، وده اللي إحنا عايزينه، لأن السكريات هي العدو الأساسي لعمليات تكميم المعدة أو كل عمليات تصغير المعدة، لأن السعرات الحرارية بتبقى عالية جدا. طيب في بعض الأحيان القصة دي بتبقى جديدة شوية، فإحنا بصورة مؤقتة ممكن ناخد حاجة زي تقلل الأبزوربشن بتاع السكريات، زي اللي بيستخدموها في الناس اللي هي اورال انتي دايابيتك، زي الجلوكوفاج. ممكن قبل الاكل بنص ساعه ياخد حاجه زي كده بحيث ان هي تهدي الموضوع. بس صراحه انا شايفها ميزه جدا ان يحصل دامبنج، لانه مش هياكل سكريات، وبالتالي هيزود اللايف سبان او فتره نجاح العمليه بصوره كبيره جدا، لان السكريات هي البعبع اللي بيخاف منها عشان دي تسهل عوده الوزن مره. ده اكيد. التكميم، السؤال الثاني، هل التكميم انواع؟ لانه بيسمع زي ما هو كاتب مصطلحات زي تكميم مع الحمايه، تكميم مع الحلقه، نانو، مش عارف ايه، هل هم نفس النوع؟ ايه نوع التكميم اللي ما حدش بيزيد بعده؟ ده سؤال ثاني في الجزء الثاني. هو ما فيش يعني الاجابه على السؤال الاخير ان ما فيش حاجه اسمها تكميم ما حدش بيزيد بعده، لان هو سواء كان تكميم او تحويل لكل عمليه في قواعد بعد العمليه لازم العيان يبقى فاهمها جدا، وعشان كده احنا بنشرح العمليه. السكريات والحلويات والحاجات اللي فيها سعرات حرارية عالية وسهلة الأكل دي كلها بتزود الوزن، أو على الأقل تثبت الوزن في الأول، وبعد كده بتزوده لو كان فيها صورة من صور الإدمان، سواء كان تكميم معدة أو تحويل مسار. فهي عمليات محتاجة أورينتيشن عالي جدا من العيان، محتاج إنه يبقى فاهم العملية كويس، محتاجة يبقى فاهم النظام، مش نظام غذائي، إيه الحاجات اللي المفروض نتجنبها في العمليتين عشان نقدر نحافظ على وزننا. ده بعيد. بالنسبة للقصة بتاعت أنا عايز أعمل، اللي هو العيان بيقول أنا عايز أعمل حاجة وأخلص، الكلام ده ما مش موجود. معلش بقى، السؤال كان إيه أصلا؟ كان السؤال حلقة تكميم مع الحماية، تكميم. الأنواع بقى. هو الفكرة إن في ناحية تجارية في الترويج للعمليات، بمعنى هو التكميم هو نوع من أنواع العمليات لتصغير حجم المعدة. طب احنا فكرة العملية ان احنا بنعمل ايه؟ الفكرة الاساسية اللي مبنية عليها العملية ان احنا بنشيل اكبر جزء من المعدة. طب بنشيل قد ايه؟ تقريبيا احنا بنقول 85 او 90%، بس الكلام ده خارج النطاق الطبي، لان احنا ما بنقيس المعدة قد ايه ونشيل منها برسنت 80 او 90، ولا بنقيسها بالمتر قصادنا ونروح نقيسين ونقول 90%، لا. احنا بنشيل واتيفر، احنا اكبر جزء من المعدة بنشيله، خاصة الحتة اللي موجودة تحت اللي هي البيلورس، والحتة اللي موجودة فوق اللي هي قبة المعدة اللي هي الفندس، لأن هو ده الجزء اللي قابل للتمدد. هو السؤال الأحرى والسؤال الأقرب للعقلانية، إحنا بنسيب قد إيه؟ إحنا بنسيب في العيانين ستاندر ل
الستاندر بتاع الافس والستاندر العالمي ان احنا بنسيب ما بين 160 ملي ل 180 ملي اللي هو تقريبا حجم نص ازازه الكنز. بس لازم نبقى مراعي في القصه بتاعتي ان لازم يبقى الجدار الامامي قد الجدار الخلفي، ولازم ابقى ماشي مع الكيرف بتاع المعده، ولازم يبقى خط الدبابيس فيسنج لاترال مواجه بصوره جانبيه، بحيث ان انا يبقى عندي جدار امامي وجدار خلفي وما بينهم الدبابيس في الجنب بالمنظر ده. ده بيخلي الميكانيكس او الميكانيكا بتاعه البلع والاكل ماشيه في مسارها على الليسر كيرف، فبيقلل نسب حدوث الترجيع وده مهم جدا. والحاجة التانية إن يقلل حتى من نسبة حدوث الدامبنج، كأننا بنحاول نوصل للمسار الطبيعي اللي موجود فيه الأكل، لأن هو الأكل بيعدي على الليسر كيرف فلازم الدنيا دي تبقى مريحة. فهو ده التكميم اللي الأيديال. طيب تكميم وفي حلقة، الحلقة دي جسم غريب عمر ما النتائج اللي حصلت قبل كده لتركيب جسم غريب عمرها ما كانت إيجابية إطلاقا. أي جسم غريب الجسم بطبيعته بيحاول يلفظه فبتحصل فيه مشاكل، يا إما يخش جوه المعدة يا إما يخرج بره يا إما يعمل ضيق فيها فيزود الارتجاع. فالحلقة على مستوى العالم لم تثبت فعاليتها، وإلا كان التكميم روتين يبقى التكميم بالحلقة، وده الكلام ده ما حصلش. رقم اتنين التكميم المغلف، ان بعض الناس عملوا دراسات على انه ياخد منديل البطن ويروح مخيطه في خط الدبابيس، طلعوا بدراسات قالوا ده كلها احتمالات انه ممكن يقلل نسبة التسريب. الكلام ده مش مظبوط، ودراسات اثبتت انه مش مظبوط، او ان هو يقلل نسبة حدوث النزيف، والكلام ده برضو لم تثبت جديته. طب هو موجود ليه الكلام ده التكميم المغلف للناحية التجارية؟ كل ده عشان يدي سيفتي، يدي احساس بالامان للمريض. لان الناس بتسال وانت بتعمل تكميم مغلف طب ليه اشمعنى؟ انا برد عليهم عشان ده بيقلل التسريب، الكلام ده مش مظبوط. هو انت بتعمل تكميم مغلف ليه؟ عشان بيقلل النزيف، الكلام ده مش مظبوط. الثالث التكميم النانو. تكميم النانو اللي هو المقصود بيه ان احنا نعمل فتحات صغيره كانها في صورة نانو صغير عشان نقلل السكارز. وفي تكميم سري، كل دي محاولات لنوع من انواع التسويق برضو التجاري، عشان انما انا يهمني في الاخر. والتكميم فيه برضو التكميم البيكيني اللي هو بيتعمل من عند خط البيكيني من تحت، وان كنت انا ما بحبش ده، لان الـ في عندنا حاجه في الجراحه كده، حتى في الجراحه الاوبن زمان قبل المنظار، اللي هو لازم تبقى انت واقف بصوره معينه حاطط على العيان. انت راكب الفيلد. راكب الفيلد يعني الفيلد اللي هو مجال الجراحه انا متحكم فيه وهو تحتيه مباشره. يس. شويه سوري زي السوري الكهربائي والميكانيكي، ما هو لما بيجي يشتغل لازم في لايت، لازم في اضاءه، لازم تبقى الحاجه قدامه. نفس الكلام في التكميم البكيني، انا كاني بشتغل من 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 من, من خرم الباب وبشتغل عن بعد لان المعده فوق في اعلى حته موجوده، فتحت اشتغل من خرم الباب عشان اصلح حته فوق. فانا بشتغل من تحت قوي، فلازم تبقى الالات طويله جدا، لازم تبقى الرؤيه لازم تبقى واضحه جدا. القصص دي ما بتبقاش موجوده خالص في التكميم البكيني. فالريسك، لان في حاجه مهمه قوي في جراحات المناظير. جراحات المناظير هي احنا بنشوف على الشاشه غير الاوبن. الاوبن سيرجري احنا بنشوفها 3 دي، احنا بنشوفها من اليمين ومن الشمال ومن قدام، وشايفين حاجه لو حاجه حصلت. انا واحنا شغالين جراحات اوبن زمان، لو حصل نزيف او اي حاجه على طول بنروح جايبين فوطه وحاطين الفوطه ونروح ماسكين الشريان كله بايدينا. انما على الشاشه القصه مختلفه، هي 2 دي، فانا لازم يكون الاضاءه كويسه جدا، لازم يكون المنظار عالي جدا، لازم اكون راكب الفيلد بصوره عاليه جدا، عشان في اي وقت ممكن لا قدر الله تحصل حاجه، فلازم اكون عامل كنترول. الكلام ده ما بيتوفرش في البكيني. فاختصارا التكميم هو تكميم، هو تبقى القصه سليمه بالكرايتيريا اللي احنا قلناها، كل الحاجات الاسماء، وفي تكميم برضو تكميم معدل، في تكميم معياري، كل دي اسماء تجاريه
لإعطاء الأمان للمريض عشان يعني كنوع من أنواع الجذب. الجذب نوع من أنواع الجذب. آه. إنما اللي يهمني في الآخر إن المعدة تتقص كويس جدا، إن كل المواصفات اللي إحنا بنحطها عشان نتجنب حدوث كوي، ترجيع، ضيق، تويست، كل الحاجات دي أهم بكتير عندي من إن أنا أزود جرح أو أقلل جرح أو بدل ما يبقى فيه جرحين أعمل ثلاثة. أنا أهم حاجة السيفتي للعيان. عظيم. إحنا بقالنا يعني طول الحلقة في سؤالين، عندي لسه أسئلة كتيرة بس أنا هحاول هجاوب لك بسرعة. بسرعة. آه. طيب بتقول لك في دايت قبل إجراء العملية بأسبوعين؟ الكلام ده بعض المدارس بتقول إن هو بيعمل دايت عشان يقلل من حجم الكبد، بس احنا بنعرف نتعامل مع حجم الكبد طبعا مع كتر العيانين والخبرة على مدار 15 سنة الحجم الكبد ما بقاش يسبب لنا اي مشكلة الحمد لله، فاحنا بنعملش دايت. عمل التكميم خست في شهرين؟ لا، في سؤال اهم من ده. هو انا ادخل ابطل تدخين قبل العملية ولا لا؟ وادخن بعد العملية بقى ماشي. السؤال مهم برضو ده، القصص دي مختلفة ومدارس مختلفة. أنا بالنسبة لي أنا ما بحبش خالص إن التدخين يقف قبل العملية، لأن ده بيزود الإفرازات وبيزود نسبة حدوث النمونيا أو التهاب الرئوي بعد العملية. وبعد العملية المريض برضو مسموح له إن هو يشرب، إحنا بس بنقلل، لأن أنا بعتبر إن العملية ساعة لربع أو ساعة هي حاجة مؤقتة في وسط حياة العيان، فأنا ما أعملش انتربشن للستايل أوف لايف بتاعه خالص. دي حاجة مؤقتة احنا بنخطفها، فما بنحاولش ان احنا نغير من الطبيعة اللي المريض ماشي عليها. بعد عملية التكميم المالتي فيتامين، فيتامين بي 12 الكالسيوم بيتاخد قد ايه والقد ايه؟ الفيتامينز اللي في جسمنا الستور بتاعها او المخزون بتاعها من 3 ل 6 شهور. احنا بنبدا ناخد فيتامينز بعد شهر من العمليه. الاحساس اللي بيجي للعيانين في اول شهر ان هو تعبان نتيجه لانه ما بياكلش او ما بياخدش فيتامين، الاحساس ده احساس كاذب. الاحساس ده نتيجه لقله السوائل، هي اللي تحسسني بالهبوط والدوخه في اول شهر من بعد العمليه. فاول شهر بعد العمليه اهم حاجه بالنسبة لي أنا كدكتور كمية السوائل أهم من هو يأكل ويشرب. فإحنا بنركز جدا أنه ياخد سوائل بصورة كبيرة جدا، والمونيتور بتاعنا اللي إحنا بنقوله للعيان البول كميته ولونه، كل ما كان البول غامق يبقى أنت السوائل بتاعتك قليلة فأنت هتحس بهمدان، وبالتالي لازم تزود السوائل دي، فساعتها البول هيبقى فاتح فتبدأ ترجع حياتك الطبيعية تدريجيا. فأول شهر بعد العملية أهم حاجة بالنسبة لي هي السوائل. لما عملت عملية خست، عملية تكميم خست اول شهر ونص 15 كيلو، بس اخر اسبوعين هي ثابته فيهم. تمام. ايه تفسير؟ التفسيرات كتيرة. هو العيان اللي هيبدا من 180 كيلو غير العيان اللي هيبدا وزنه من 120 كيلو. نسبة النزول اللي بتحصل في اول شهر بتبقى اعلى نسبة نزول، لان بيبقى فيها كمية كبيرة نتيجة للووتر لوس، هو بيخسر جزء كبير من المية. ففي اول شهر هي خست كم كيلو؟ كم عند حضرتك؟ 15. طب هي كان وزنها كم؟ انا ما اعرفش. لا ما هو مفيش، مش مكتوب. فبس لو هي نزلت في اول شهر 15 كيلو يبقى تاني شهر هتنزل تقريبا 7 كيلو، ثالث شهر هتنزل 3 كيلو ونص، رابع شهر هتنزل كيلو، خامس شهر مش هتنزل، سادس شهر مش هتنزل، سابع شهر هيبدا الميزان يتحرك تاني بس بطريقه هي نازلة دي كريسندو، هتطلع بقى تدريجيا النزول يبقى 2 كيلو 5 كيلو ويفضل ثابت على كده. مدة العملية في النزول سنة ونص. فاللي بينزل أول شهر من 12 ل 15 كيلو ما يبقاش متخيل أنه هينزل كل شهر 12 ل 15 كيلو لمدة سنة ونص، وإلا هيختفي. فالكلام ده مش منطقي. النزول بيبقى تدريجيا وبيبدأ يتقطع، وإحنا بنحط اللي هو فيجن، رؤيه للعيان وهو قاعد قدامي. انا بقول له هتنزل تقريبا، طبعا على حسب بدايته في الميزان قد ايه، في الشهر الاولاني، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث هتنزل قد ايه، عشان يبقى هو متوقع. عملت تكميم من 7 سنين، كانت ماشيه كويس، وبعدين للاسف في الوقت بدات ترجع وزنها تاني، زادت 10 كيلو. تمام. عملت ايه؟ هو لازم نبقى عارفين هو سبب الزياده ايه. سبب الزياده يا اما ان كانت القصه
من الاول ما كانتش مظبوطه فسابت جزء في قبه المعده فحصل فيه توسع فبدات كميه اكلها الحادق وده مهم قوي تزيد فبدا وزنها يزيد او ان المعده زي ما هي انما نوعيه اكلها اتغيرت بقت سكريات وحلويات يبقى السؤال اللي العيان بيساله دايما انا معدتي وسعت يا دكتور او ان انا عملت عندك عمليه وده بقى الاتهام بيبقى اللي هو انا عملت عندك عمليه وبقالي 5 سنين ودلوقتي انا بدات ازيد في الوزن تاني العمليه دي مش مظبوطه لازم يكون في معيار ما بيننا احنا الاثنين ما بيني انا والعيان لا حضرتك بتروح تعمل اشعه اسمها اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد على المعده سي تي 3 دي وهو اللي بيعمل فوليومتري وهو اللي بيقيس حجم المعده وهو اللي بيرسم المعده لو المعده صغيره وده بيبقى موجود بنسبه 98% من الناس اللي رجع وزنها تاني يبقى حضرتك بدون شك انت بتاخدي سكريات وحلويات وشوكولاته وبيبسي فمفيش اعاده تكميم لان المعده بتاعتك زي ما هي فالفيصل ما بيننا هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد تاكل نشويات ازاي بعد عمليه التكميم احنا بنحب بعد عمليات تكميم المعده الاكل اللي يفضل مده طويله في المعده ويحسسني بالشبع وده بيبقى موجود في البروتينات اللي هو النباتيه والحيوانيه الفول باخواته والبقوليات والحيوان الحيواني كله اللي هو الفول اللحمه والسمك والفراخ ومنتجات الالبان خالي الدسم عشان تبقى السعرات الحراريه قليله فيحسسني بالشبع والامتلاء والسلطات والفاكهه اللي مش مسكره دي الحاجات الاساسيه كمكونات للاكل كل ما هو خارج ده يتاكل في المناسبات اللي هي اعياد ميلاد وافراح ضيف العزيز المبدع دائما يعني المتميز الاستاذ دكتور وليد ابراهيم استاذ جراحات السمنه المفرطه والاستاذ لجراحه التكميم وتحويل المسار استشاري جراحات المناظير بكليه الطب جامعه عين شمس عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه والجمعيه الاوروبيه والامريكيه لجراحات السمنه واحد من ميجا ستار هذا المجال نورت وابدعت كعادتك تسلم نورت بيك نورت بيك انت خليكوا دايما مع الناس الحلوه التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة بشوف يعني تقريباً كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع الناس الغير أصحاء نفسياً في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم الولد عنده حول فعلاً والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذب بالظبط لما يكبر هيتعدل نوع من انواع الحول انا هعمله عند سن 6 شهور ونوع هاجله انا مش باجله عشان انا خايفه من عمليه الحول انا باجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول احسن في السن ده الدكتوره هبه متولي علي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه القاهره زميلة الكلية الملكية البريطانية عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال أهلا بيكم اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي النهاردة بأن أنا أخوفكم اسمحوا لي بكده ومحدش يقول أن الكلام اللي هقوله ده يعني مش بجد لا كلام بجد الهواتف الذكية في دراسة اتعملت في جامعة سيول في مدينة سيول عاصمة كوريا جامعة اسمها جونام لقوا أو ربطوا ما بين إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية لقوا إنه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير وربطوا الكلام بالحول طيب التدخين دراسة تانية بس دي اتعملت في واتشكون ودي جامعة في الصين احنا رحنا بقى شرق اسيا مهتمين بالاطفال ومهتمين بالحول لقوا ان التدخين بيصيب الاطفال بالحول ادي حاجة تخوف تانية خلي بالكم من الكلام ده لقوا كمان انه في علاقة وثيقة دي دراسة ثالثة بقى دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز انه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الإنسان على البصر الجيد الحول إذن قد يؤدي إلى مشاكل عقلية بالنسبة للأولاد خدت اللي جاية دي بقى
انه في مخاطر. الكحل، التكحيل بتاع العين للاطفال خطر جدا. النظارات الشمسيه المقلده، تلبس الطفل نظاره شمسيه اي كلام. طبعا كل ده بيؤدي الى مشاكل خاصه بالعين، احنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول، فارجوكم تتنبهوا، وخصوصا انه الحول شيء مهم جدا بالنسبه للطفل، لانه في حاله تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس او في المحيط بيه قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهارده لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغايه مع ضيفتي المهمه للغايه طبعا، والتي تبدا في حوارها دائما، استاذ دكتور هبه متولي. منورانا دكتور هبه. شكرا جزيلا. شفتي ده انتو فظيع. انا خفت، انا اتخضيت من الهواتف الذكيه. يعني انا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف الذكيه، هو الهواتف الذكيه فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجه وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعه، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمه بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول وممكن يزود شويه نسبه حدوث قصر النظر. بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيده لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء، وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزه اعمل اشجع شويه على تمرينات علاج الكسل. ففي انترناشونال ريكومنديشنز، يعني توصيات عالميه في الاطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنه وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، اكتر من السن ده يعني البث المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن او الموبايلات او الحاجات الالكترونكس. دايما لو حد بيجي لي عياده يسالني على نصيحه بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في او يلعب الوي او يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، مفيش اي مشكله فيها يعني، ولكن المشكله في القرب بس، ان هي اعمال قريبه طول الوقت. يعني ازاي اشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد انت سؤالك هيبقى ساذج قوي، الحول انا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه، يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب. الحول ده نوعه ايه؟ افقي، راسي؟ الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نظاره؟ هل الطفل الحول ده هيأثر على الطفل فنبتدي نعالج، ولا ممكن نتابع؟ يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا التشخيص بتاعه يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده، يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده، وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص، أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول. أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأن هو خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة إن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه، يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي، بقى أكثر انطواء لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. يعني عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية. الأول الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال.
أنواع الحول في الكبار غالباً معظمها بتبقى علاجها جراحي. يعني نادر جداً تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عمليه حول وبيرتدي نظاره ملهاش اي علاقه بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنيه، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنيه دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحيه في الاطفال هي النظاره. يعني أنا اسمح لي أقول النظارة هي الوسيلة الوحيدة الغير جراحية لعلاج الأطفال من الحول. في الأنواع التي تعالج بالنظارة، لكن مثلا النوع اللي علاجه عملية مش هتعالجه النظارة، ولكن أنت حضرتك لو سألتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقف أقول لحضرتك هي النظارة، لكن مفيش حاجة اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات التخاريف العلمية. لا 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 مش تخاريف، ما ينفعش أقول كلمة تخاريف علمية، أنا آسف، تخاريف غير علمية. غير علمية هي تخاريف غير علمية وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول. عشان نبقى واضحين. بالظبط. يعني وجمعيه طب الاعيون للاطفال اصدرت بيانات بهذا، واحنا نقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا، او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراء جراحه الحول، او يجب عموما العلاج للحول؟ احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حول لازم نلجا على طول للدكتور المختص. هو بيفحص الحول وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نظاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحول ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حول انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص، زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده حول وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين، فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده سنتين تقريبا، في بعض الاحوال لا، انا بيبقى الحول بيبقى يعني الحول نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحول وخصوصا في الاطفال. مثلا في حالة زي دي ده حول داخلي او الحول الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار بيستمر لـ3 او 4 أسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حول، عمليه اصلاح حول، عمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كده. في العضلات، عمليه في العضلات بالظبط، وليست كده. ليزر وليست ليزر، لا وليست ليزر. إذن دي برضو ده بقى دي نوع اللي أنا كنت بشرحه دلوقتي، اللي هو نوع الحول اللي نص منه نصه نظارة، نص علاجه نظارة، ونص الحول التاني عملية. طفل في الصورة الأولانية عنده حول نسبته كبيرة، لما لبس النظارة تقريبا نص الحول أو تلت الحول اختفى، وبعدين في آخر صورة عملنا له عملية حول للحول اللي فوق النظارة وخلاص بقت عينيه معدولة جوه النظارة، يعني أثناء ارتداء النظارة. في النوع ده أنا لازم أحترم جدا الجزء بتاع النظارة عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حول وحشي عكسي لما يجي يلبس النظاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنظاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النظاره يتظبط وهو لابس النظاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلت الجديد ديت وعملها قصده ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كتيره جدا بيبقى التلت بتاعت الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحول، ولكن في الحاله دي لا هو بيتدلع. بي
الدلع. ده برضو حول، ده طفل سته صغير تقريبا برضو بسنتين وعنده حول انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمأنه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليات الحول. هو كان البنت كان عندها 6 شهور لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها. يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحول، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 شهور. كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 شهور؟ النوع ده لازم في السن ده. يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع تانية انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي تبقى سن 4 سنين. وزي ما بقول لحضرتك، لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عناية، بتابعه كل 3-4 شهور عشان بس اطمن على استقرار الحالة. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين اتعملوا في نفس الوقت. لازم العمليتين العينتين يعني. العينتين. بص هقول حضرتك حاجة، التشخيص زي ما حضرتك قلت، العلاج يعتمد على التشخيص. انا بفحص الحالة كويس واشوف اقرر انا هعمل عملية في عين او عينتين. خلاص، قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل العمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده. يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين، مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برده لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال. انت نورتيني واسعدتيني كالعاده، ويعني ابدعتي يا استاذ دكتوره هبه متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتوراه طب وجراحه العيون، وزميل الكليه الملكيه البريطانيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الحول والجمعيه الامريكيه لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال. نورتيني وشرفتيني، خليكم دايما مع الناس الحلوه. أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة. في أعداء للرقبة كتير، أعداء. أولا النوم بطريقة غلط. إحنا أساتذة النوم بطريقة غلط، اللي بينام في العربية، واللي بينام هو يعني بيذاكر، واللي بينام في محطة مترو، واللي بينام في السينما. النوم بطريقة غلط برضو. وضع الكتاف، يعني الكتاف، بص لك واحد ماشي كتاف عاملة كده مش عارف ايه، ده بيضر الرقبة جدا. الضغوط والإجهاد برضو، التوتر لفترات طويلة، والحركات الغير طبيعية بقى. يعني مثلا ان واحد يروح مرة واحدة مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها او تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا برضو. يعني في ناس تحط راسها في زاويه غريبه، يعني بص تلاقي مثلا ايه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حته في صنداره مثلا، طالع في صنداره وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده طويل هو، وقاعد في عربيه صغيره وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحته بعيده، وطول التك هينزل رقبته فيها مشكله كبيره جدا. طبعا الاصابات والحوادث والوزن كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبه مهمه جدا يا جماعه، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. والحقيقه العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقه الغضروف العنقي. هنفهم ليه النهارده مع ضيف القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادتي، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوه. اهلا بيك يا مرحبا. عايز اتكلم الاول عن الام الرقبه. كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمه حضرتك قلتها مقدمه جيده جدا، واضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الايباد، تلاقيه موتر راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجي له الام في رقبته. الرقبه فيها عمود فقري، الفقرات فوق بعضها متصله بمفاصل، وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف، وعليهم من بره عضلات. فاي حاجه من اللي انا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق اي مفصل
في جسمنا انه يعمل حركه متوسطه، يعني مثلا زي الصباع لو انا عامل حركه زي كده مش هتوجع. تخيل بقى انت عامل الصباع كده لمده مثلا نص ساعه، تيجي تتنيه هيوجعك، او العكس اتنيه كده لمده نص ساعه، تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبه، واحد منزل رقبته بيلعب لعبه وحاطط وضع غلط، او نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير، الاوضاع الغلط دي زي ما انت في المقدمه قلت يعني وضع حاجه لا خطيره جدا، وبعدين هتعمل بقى الالم، ما انتش عارف الالم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي من المفاصل، ممكن من الغضروف، زائد بقى السن والعجز والتاكل الشيخوخه يعني برضو بتصيب الرقبه. واخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبه، تلاقي برضو بيشيل حاجه غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته يبقى فيها خطا. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصيه مختلفه شويه؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى اي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجه جيلي طريه، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن، الألم هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين أو الحيل بالعربي. الألم اللي موجود أنا ممكن يعني العين يجي يقول لك أنا أعلى ظهري بيوجعني، فأقول والله لا، ده أنت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الأولاني هو مفاصل الرقبة، لو هي وجعته وحصل فيها خشونة أو التهاب هتعمل له ألم في أسفل الرقبة، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلوية تعمل له ألم في أعلى الرقبة، يقول لك أنا بيجي لي صداع خلفي كتير. و الغضروف نفسه بقى لو داس على الاعصاب هيعمل الم في الايدين وتنميل في الايدين، فالعين يجي يشتكي يقول لك والله انا ايديا منمله، ايديا فيها الم بتوزيع معينه وليها رسمه، احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما اشوف الاشعه اقدر اقول والله انت الغضروف كذا هو اللي مقصر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجة يعني خطيرة إنها تتساب ولازم تتعالج. يعني إيه أسباب الإصابة بالغضروف؟ إنه بقى وضع غلط، موبايل مسكه غلط، حادثة طبعا غلطة، الشيخوخة الزمن، يشيل حاجة غلط على رأسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل أي وضع. في ستات وبرضو يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغهم. طبعا هو ده اسباب من ضمن الاسباب. ضمن الاسباب. ازاي نشخص الحاله دي؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول انا مكان الالم كذا. اماكن الالم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصوره اللي شايفينها دي تديك اماكن الالم بتاعت مفاصل الرقبه. يشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك ايه ده، ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف اقدر اشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبه من ورا. هنا تقدر المنطقه الخضراء اللي باينه في الصور مفاصل الغضاريف دايسه على اعصاب، اللي هي جذور الاعصاب اللي نازله على الايد وعامله الضفيره العصبيه اللي نازله على الايد، اقدر من وصف المريض ودقه يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وافحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل او الفحوصات اللي بنعملها، اشهرها الرنين المغناطيسي لان هو بيبين الخلايا والانسجه الطريه كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعت المريض ايه.
فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف متسابق. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول الغضروف ان هو عنده ألم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب، فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى في ألم، بعد الألم ابتدى في ضعف في الإيد، القدرة إنه يشيل الحاجة، يقول لك حاجة بتقع من إيدي، نيجي أعمل له اختبار في العيادة ألاقي دي واحدة أضعف من واحدة، ودي ضعيفة مش قادر يمسك، بعد شوية ممكن يبقى فيه كمان ضغط أشد، ممكن يبقى الموضوع يجيب إعاقة كاملة، وممكن يجيب يخلي اليورين أو البول يسيب من المريض. فطبعا الإهمال هنا ده الشق الأولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الأدوية، إن أنا أفضل شهور وسنين باخد مسكنات، مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق الثاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والأغرب كمان ان انت المرض بيجي، الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده أمراض تانية والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات. ما هو لازم يريح نفسه، لو في الآخر الغضروف لازم تعالج، يعني هتسيبه لحد إمتى؟ والألم اللي عندك ده لازم تعالجه، والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجة. العلاج بإيه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكلة، هنتعامل معاه إزاي؟ طرق العلاج كتيرة، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود. يعني مرارة بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار. غضروف الركبة بدل ما كانوا يفتح الركبة طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصة إن درجة الشفاء أسرع، لأن مفيش جرح، إن العيان فترة نقاهة أقل، رضا المريض بالعملية عامة تبقى أحسن. المريض يقول لك ده أنا دخلت عملت عملية في نص ساعة وأنا صحي. فهنا دلوقتي الجديد في علاج الغضروف العنقي إن نعمل تبخير للغضروف، إحنا ممكن نوصل للغضروف بإبرة تحت جهاز أشعة، والجهاز ده بيصور الرقبة بالظبط، واقدر احط الابره يعني هنا الابره شايفها داخله جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر بتطلع درجات حراره معينه نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده، الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، المريض مش متضايق، ويمكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده، الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا، ونقول له احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف العيان يقوم يلبس هدومه ويروح، يعني مفيش حتى قاعد في المستشفى فتره طويله، ساعات ما فيش رقبه كمان بلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها ايه الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفع لهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر، طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل، زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا، حتى مهما كان عمر المريضه ده.
وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعة يروح على اوضته ياكل حاجة يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجة يعني رائعة يعني مقارنة بالعمليات المفتوحة. لكن بعض الأحيان لا، يجي المريض أقول له أنا ما بحبش دايما أظلم الجراحة، لأن الجراحة برضو مهمة جدا. يجي المريض يقول لا بص أنت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكلة أكبر من أنها تتعالج بالإبر وتتشخص كده، لا أنت لازم تعمل جراحة مفتوحة. وده وارد يعني، بقول لحضرتك هما الجراحة والجراحة المحدودة أو التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص يعني. طيب فعلا العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي كان في حوار كالعادة مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بآلام وظروف الرقبة. الألم مشكلة كبيرة، علم مهم جدا ينبغي أن نقف أمامه، وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحلة القادمة. ضيف العزيز له جزيل الشكر، لكم أيضا في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. تعبير وسائل الإخصاب المساعدة، يعني إيه وسائل الإخصاب المساعدة؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حمل. قابلية بطانة رحم لاستقبال الجنين، والدة سليمة وحيوان سليم بإذن الله، جنين سليم. الجنين بتاع أطفال النبيب ده أفضل جنين خلقه ربنا على وجه الأرض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، إزاي المريض يبقى عنده وعي كامل بإن أنا محتاج الوسيلة دي ودي اللي تنفع معي. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة العين للخصوبة. أهلا بكم. ساعات الست يبقى عندها مشكلة طبية ما، وليكن مثلا ست عندها ورم ليفي، كويس جدا مشكلة، بس في سيتويشن معين، ظروف طبية معينة تجعل هذه المشكلة الطبية المقلقة أكثر قلقا، يعني يضاف إليها عامل مهم ينقلها من محطة القلق إلى محطة القلق الشديد. لو فرضنا أن الورم الليفي موجود والست بقت حامل، هنا القلق عندك ست بطبيعتها قلوقة في حالة مرضية في وجود ورم ليفي، هذا الورم الليفي بطبيعته بيقلق، في حالة وجود حمل اللي أساسا حالة الحمل نفسها بتقلق. فالست القلوقة اللي عندها مشكلة طبية زائد حمل هتتصرف إزاي؟ هنا العيلة كلها بتبقى بين قوسين قلقانة، العيلة كلها بتبقى محتارة، يا ترى الورم الليفي ده هيتشال أثناء الولادة؟ طب ما فيش مضاعفات هتحصل منه؟ الورم الليفي نفسه هيسمح بنمو الجنين الطبيعي ولا هيضغط؟ لأنه ورم ليفي ده أنت الجنين مش عارف يعيش يا عم، ده عامل زي بالظبط ما تكون أنت قاعد في شقة وحتى حاطط لك جوه الشقة دي حاجة كبيرة جدا ضخمة جدا، مساكن جوه الشقة معاك فيل صغير يخرب عقله، مش عارف تعيش حياتك، مش عارف تاخد نفسك. الست من حياتها تقلق، ولعلمكم قلة العلم بتودي الست بأفكارها إلى مناطق مخيفة جدا في التفكير. النهاردة هنفهم هذه المعادلة الصعبة جدا، ست بقلقها زائد ورم ليفي أثناء حمل. ده كلام مهم جدا مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي. أهلا بك يا أستاذ، النور ده. الله يخليك يا حبيبي، وحشني جدا جدا جدا، وعندنا موضوع مهم جدا جدا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقنا فيه إن شاء الله. خلي بالك النهاردة حضرتك يعني طرحت قضية، قلت لي أنا هتكلم على أورام اللي فيها أثناء الحمل. الست قلوقة بطبعها، الورم اللي في شيء مقلق بطبعه كحالة مرضية، والحمل في حد ذاته شيء مقلق. فأنت بتتكلم النهاردة عنوان الحلقة مقلق زائد مقلق زائد مقلقان. مقلقان. المقلقون صحيح. هو سعادتك مشكلتنا ان الورم الليفي مش شرط يمنع الحمل، وبالتالي بنفاجئ بان واحده حملت ونيجي نفحصها نلاقي معاها ورم ليفي كبير.
تصادف في بعض الحالات ان هذا الورم الليفي يتعرض لبعض المضاعفات اثناء الحمل. لان المشكله في 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 الورم الليفي الكبير الحجم ان ممكن اثناء الحمل يقل الدم اللي رايح له ويحصل منه حاجه اسمها الديجنريشن اللي هو التاكل او التحول. واذا حصل حاجه اسمها ريد ديجنريشن اللي هو التاكل الاحمر يعني بيحصل نتيجه نزيف داخلي جوه الورم. الم مبرح الى حد يمكن تتخيله لدرجه ان يحتاج تدخل جراحي فوري حتى لو ست حامل حتى لو تسقط. يعني من الحاجات المزعجه جدا بتاخد علاج تحفظي مع حجز في المستشفى بالاسبوع والاثنين. واحيانا في بعض الحالات نلجا الى التفريغ وربنا يستر ما نعملش استئصال رحم. ما بتحصلش يعني بس ربنا يستر ما توصلش معنا استئصال رحم. هذا الحمل اللي مع الورم الليفي احيانا يؤدي الى اجهاض. ليه سبب الاجهاض؟ لو تصادف ان المشيمه بتاعت الجنين ده زرعت على الورم الليفي نفسه المكان اللي فيه الورم الليفي طبعا بالتاكيد بيبقى مشارك اساسي في موضوع الدم اللي واصل للجنين وبالتالي ممكن ياثر عليه. دي مش موضوع حلقتنا قد موضوع حلقتنا الديبيت او الاختلاف اللي بين الاطباء. عدد نادر جدا يقول لك تشيله اثناء الولاده والعدد الضخم جدا من اطباء مصر يقول لك ما نشيلوش. فاحنا مش عايزين نتكلم في حاجه الا بعد ما نشوف الفيديوهات بتاعنا. هل هو ينشال ولا لا؟ يعني هي كل الكلام في جميع الاماكن بتاعه الرحم جميع الاعداد عدد كتير عدد قليل حجم كبير حجم صغير كل واحد ما فيش ادنى مشكله بتحصل. انا مش عايز اقول رايي الا بعد ما نشوف الفيديوهات. هو الفكره ايه ان المعظم يقولوا ان احنا ما نشيلش الورم ساعه الولاده. التخوف الوحيد عند معظم الاطباء انه بيحصل نزيف شديد جدا اثناء اثناء شاله الورم ممكن يؤدي بينا الى استئصال الرحم. عايزين نتجنب هذه الفكره وانا انا انا هنتكلم فيها بعد ما نشوف الفيديوهات. عظيم. واحنا هنروح للفيديوهات بس في سؤالين صغيرين قبل ما ندخل في الفيديوهات. الست جالها اورام اللي فيها قبل الحمل واستمرت معها في الحمل واستمرت لنهايه الحمل نهاية صح؟ الحمل ليه ده ممكن يحصل؟ ده سؤالي الاولاني منطقيا كده. السؤال الثاني لماذا اثناء الحمل نفسه ما نستناش للولاده؟ ست خلاص اكتشفنا انها حامل وعندها اورام ليفيه. ليه ما بنشيلش الاورام اللي فيها في الحمل؟ ما بنشيلهاش في الحمل لان كده بنعرض العمليه للاجهاض. لكن احنا بنولد اساسا. فبنولد ونشيل بقى الورم لكن ما فيش داعي ما دام ما عنديش اي مضاعفات موجوده في الورم ما فيش داعي ان اتدخل فيه. اوكي اثناء الحمل. بدليل انها حملت لوحدها يعني ما فيش عندها مشاكل فيها يعني. السؤال الثاني ليه الاورام اللي فيها اساسا اتكونت اثناء الحمل واستمرت؟ هل الحمل يساعد على نمو الاورام اللي فيها؟ الله ينور على حضرتك سؤال جميل. هو الورم الليفي موجود من قبل الحمل. اوكي. بس هو لا يعوق مساله الحمل اساسا. فالست بتحمل هو موجود ويتضاعف حجمه في اثناء الحمل بسبب كتر الدم اللي موجود الدم اللي واصل في الرحم بيتضاعف مرات ومرات بنزع عشان الجنين. فبيبقى نسبة زيادة الحجم في الورم كبيرة جدا. ده مش في اورام تعوق الحمل؟ من ناحية الاورام دي في حلقة خاصة على الاورام. في اورام كتيرة جدا تعوق الحمل. ولو قسمنا الاورام إلى ثلاث اوضاع او ثلاث حاجات هنقول إن في اورام داخل بطانة الرحم تجويف الرحم ومغيرة شكل التجويف ودي تؤثر تأثير كامل 100% على انحدوث الحمل. ايوه. في اورام في داخل جدران الرحم واللي بنقول عليها الانتراميورال دي لو حجمها زاد عن 3 في 3 سنتي غالبا هيؤثر على الحمل. في اورام خارج الرحم لا تؤثر على الحمل. وان كان حجمها زاد عن 5 في 5 يفضل استئصالها لانها ممكن يحصل لها ديجنريشن ومشاكل اثناء الحمل. عظيم. هذهب الى المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها بعد دلوقتي اللي هي منطقه الفيديوهات اللي هتورينا القصص، قصص ورم ليفي اثناء الحمل، صح؟ والاختلاف هل نشيله ساعة؟ هنرد على ده بقى، هنشوف الفيديوهات ونعرف نقول ايوه لا نشيل. اطلع يا باشا بالمستند الاول. اطلع بالمستند الاول نشوف الفيديو الاول اللي بيحكي قصة مهمة، بس حضرتك هتحكي لنا بقى كل قصة. طبعا. واحنا مع كل فيديو ده ادي ايه القصة دي بقى؟ ده ورم ليفي. موجود لو انت شفت الفيديو هتلاقي فيه صوره القيصريه والورم الليفي طالع منين؟ من جنب القيصريه. يعني فين؟
في اللاترال سايد اوف ذا يوترس، يعني اللي بنسميه البرود ليجمنت، اللي هو اللي كلنا بنخاف منه وبنقول ده في يوريتر موجود وفي فيزلز موجوده. انا الكلام عن الفيديو ده ايه؟ فين الدم اللي موجود في الرحم اللي انا شايل الورم؟ انا شايل الورم اهو، لو شفنا الدم بتاع القيصريه هتلاقيه اضعاف مضاعفه لهذا ده. احنا بعد ما نخلص هنتكلم ليه ما فيش دم. يعني انا بشوف الفيديو بقول ادى عمليه في مكان خطر، اطباء يعرفوا مكانها كويس قوي، يعرفوا ان ده اخطر مكان ممكن ندخل فيه، وانا بشتغل وهادي النفس، مفيش نقطه دم نازله، مفيش حاجه خالص، كاني بشتغل في حته بلاستيك، مفيش دم خالص. ده فيديو. فيديو تاني هنشوفه دلوقتي في مكان اخر، ده باكد بس ان الصوره دي بتاعت الدم. لا 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 ده هو دي يؤكد ان دي اثناء قيصريه بس. اثناء قيصريه تمام حلو قوي. لكن الورم هنشوفه وهتشوف حجمه وهنشوف شوف شوف ورم قد ايه حجمه قد ايه يا دكتور ايمن. ولازق فيه، لازق فيه منديل البطن، يعني حصل فيه مضاعفات اساسا اثناء الحمل. بدليل انه لزق في يعني حصل فيه التهاب خارجي لدرجه انه لزق في منديل البطن، وانا بسلك منديل البطن منه حاليا وهنشوفه بعد ما نخلص مفيش دم. يبقى فكره يعني الفكره اللي نتكلم فيها، هل بيحصل نزيف فعلا ولا احنا مخطئين في هذا؟ وهل سبب النزيف ان الست حامل ولا سبب النزيف الطريقه الخاطئه في العمليه؟ عظيم. انا بشتغل ازاي؟ فانا بس عايز اعرض الفيديوهات وهنتكلم بعدها بالتفصيل الممل في ليه الاسباب اللي بيخلي الست الراجل يخاف يعملها او الدكتور مننا وبيخاف من النزيف ولا لا. ده ورم ليفي كبير جدا، كبير جدا حجمه، وصل من حاله الالتهاب انه التصق بمنديل البطن. احنا بنفك الورم الليفي في حاله قيصريه. دي اثناء قيصريه. انا ولدت الست ولقيت الورم ده، اسيبه ولا اشيله؟ شلناه. لازم اشيله. هنشيله ونفاجئ بايه يا دكتور ايمن؟ مفيش نقطه دم، مفيش نقطه دم، مفيش دم بتنزل. يعني فكره القائمه على انه بيحصل نزيف شديد جدا لدرجه ان انا ممكن اشيل الرحم مش موجود. طيب ده الفيديو الاولاني، ده المستند الاول. طيب ايه السبب في ده؟ احنا هنتكلم في ده برضو تفصيل جامد. ان احنا الورم الليفي بطبيعته بيبقى حواليه كبسوله اللي هي عضلات الرحم المنضغطه. انا من الرحم بيكبر، الورم بيكبر بيضغط جنبه العضلات بتاع الرحم، فيكون طبقه من العضلات اسمها السيلوكبسول، الكبسوله الوهميه. الوهميه هي مش كبسوله، هي عضلات رحم مضغوطه. لو انا اشتغلت او بره هذه الكبسوله هافاجئ بنزيف غير طبيعي بيحصل من الست. لكن لو اشتغلت جوه الكبسوله مش هلاقي نزيف خالص. ليه؟ الفيزلز طبيعتها بتاعت الشرايين والاورده بتاعت الرحم بتبقى ارتريولز وفينيولز، يعني كبيره في الحجم بره الكبسوله. اول ما تعدي جوه الكبسوله بتتحول لكابيلاريز، شعيرات دمويه دقيقه جدا. شوف الفيديو ده سعادتك دكتور ايمن، موجود في حته في اخطر منطقه في الرحم، عند التقاء الشريان الرحمي مع الشريان المبيضي، المبيض لازق فيه. ده كلام مهم جدا، اخطر منطقه وهنشوفها مفيش نقطه دم. يبقى اذا المهم في النقطه اللي عايزين نوصل لها النهارده بقى بعد ما نخلص الفيديوهات، ان لو انا اشتغلت في الانترا كابسولا بلين اللي هو داخل الكبسوله، يعني صورت برتقانه يا دكتور ايمن، ايوه، وانا بفص بقشر برتقانه بملعقه بمعلقه وداخل بين القشره وبين الفصوص، ما عورتش القشره نفسها ولا عورت القشره هتجيب دم ولا عورت الفصوص ولا عورت الفصوص، دخلت بين الكبسوله وبين تحت الورم، تحت الكبسوله مش فوق، لان كل ورم بيحصل حواليه كبسوله معينه. هي دي النقطه اللي لازم نوصلها النهارده، الرساله اللي عايز توصل. بص حضرتك هنا شلنا ورم جنب فين؟ في اخطر منطقه في الرحم، فين البلد اللي طالع منه؟ في اخطر منطقه، اللي هي منطقه اللي فيها وصول دموي كبير للرحم. كبير جدا، مفهوم كده، اخطر منطقه انستموز رهيبه جدا في المنطقه دي. مفيش نقطه دم بتنزل، وصلات دمويه كتيره، وصلات دمويه كتيره. فين الفكره يا دكتور ايمن؟ ان حكايه اجريسيف نزيف شديد جدا لدرجه ان احنا نضطر نشيل الرحم، مفيش. انا عندي بدل الفيديو 1000 فيديو، مش فيديو واحد، انا مختار النهارده يعني نبذات سريعه جدا. سامبلز. انا عايز بس نبسط للناس ونبسط لشباب الاطباء فكره او نظريه او اتجاه التدخل لازاله ورم ليفي اثناء القيصريه. هو ده الكلام. هو ده الرساله اللي عايز توصل النهارده ان شاء الله. ايوه. انا بعمل ورم ليفي لواحده حامل او مش حامل،
ايه الفرق بين الحامل واللي مش حامل؟ اللي مش حامل ده نورمال يوترس بيفتقد لشويه مميزات، رحم طبيعي بيفتقد شويه مميزات. احنا بقى بنضيعها في الولاد. ايه المميزات اللي بيفقدها الست لما الرحم ده يحمل؟ الرحم ده ما يكون حامل بيفتقد في مميزات احنا سبناها وما دورناش عليها. واحد، المميزه الاولى حاجه اسمها كونتراكتيليتي اوف ذا يوترس. الرحم وهو حامل وهو شايل حمل بيبقى عنده قوه انقباض العضلات غير طبيعيه، 120 ضعف لقوه العضلات الطبيعيه. وبالتالي قوه الكونتراكتيليتي الانقباض انقباض الرحم دي تقفل اي شريان دمويه. كويس، حلوه دي. وبالتالي مش هتلاقي بيدنج خالص. الحاجه الثانيه، عوامل التجلط الموجوده عند المراه 125 ضعف المراه العاديه. دي مميزات المراه اثناء نهايه الحمل. الحمل اثناء الولاده عندها قدره انقباض عاليه جدا للرحم، وفرص التجلط او قدره التجلط عندها عاليه جدا عن المراه غير الحامل. غير الحامل. أوكي. انا ليه افقد المستين دول وليه اخاف من البليدنج اذا كان عندي انقباض شديد وعندي تجلط عالي جدا؟ انا عايز اثبت بالفيديوهات النهارده عشان كده عشان كده بعض الفيديوهات ان مفيش دم بيطلع خالص، عكس الفوبيا اللي عندنا كلنا انه يحصل نزيف شديد جدا يؤدي بان احنا نطنش للرحم. هو فيه شويه شروط. واحد، لازم يكون الطبيب ده كفء وايديه الجراحيه عنده تالنت يعني موهبه كويس جراحيه. الحاجه الثانيه، لازم اعرف يعني ايه انترا كابسولار بلين اللي هو المكان اللي هدخل فيه واشيل الميه. اذا اشتغلت براه يبقى انا هبدا اعمل مشاكل. طب اجيبها منين دي؟ ان لازم هذا الشخص الطبيب يتدرب جيدا على استئصال الورم في 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 نساء غير حوامل مش الاورام، ويلاقي ايه في العمليه؟ يلاقي الست ما بتفقدش 5 سم دم. يبقى انا لو اشيل، لو عندي القدره ان اشيل ورم ليفي لواحده مش حامل خالص وما اجيبش 5 سم دم، ما بلش الفوطه، يبقى انا ادخل على الرحم وانا قلبي قوي جدا وجريء جدا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور عبد المعطس المنودي، الاسم الكبير، كان ضيفي في واحده من الحلقات المهمه، واثار كالعاده بذكائه المشهود قضيه مهمه جدا. عمر ما الطب كان على الكيف، وعمر ما الطب كان تنقيه. وانت يا حبيبي يلي قاعد بالمثل بتقول الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، ما تنفعش تكون دكتور، لان الدكتور عمره ما كان مستريح. المستريح ده كان دايما يتقال على نصاب خد فلوس من الناس وقلب. الدكتور مش كده، الدكتور مش كده يا جماعة. خليكوا بعيد ابدا يا دكاترة عن هذا المنطق. اوعى تقول الحالة كومبليكيتد وكارثة ويلا نقلب منها، دي حالة نصيبة. انت مش دكتور لو فكرت بالطريقة دي، انت حد تاني خالص، مهنة تانية خالص، مش عارف حتى في اي مهنة ممكن يحصل ان احنا ما ناخدش الحاجات الصعبة وناخد بس الحاجات السهلة. خليكوا دايما مع الدكتور. الدكتور نور الدين مصطفى، متخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، المدرب المعتمد بالجمعية الدولية لزراعة الأسنان جامعة برلين، مؤسس مراكز واي تي للأسنان. أهلا بكم. بلا شك يا جماعة فقد السنان ده شيء مزعج جدا جدا للإنسان، وطقم السنان إعاقة في حد ذاته بجد. ولذلك عالم الزراعة أنا في رأيي أن الزراعة نعمة، نعمة عظيمة جدا وفتح جبار، والتطور الجبار اللي شفناه في عالم الزراعة كان مناسب جدا لهذه النعمة. لأنه بجد عالم طب الأسنان، طب الأسنان زي ما يقولوا مسك بإيديه وسنانه في موضوع الزراعة، لأنه لقى فيه نتائج مبهرة فبدأ يطور عشان يحصل على مزيد ومزيد من النجاح، لدرجة أنه مراكز الأسنان الكبيرة في الشرق الأوسط مقياس الزراعة بالنسبة لها مهم جدا جدا، عشان أقول أنا بعمل كم زرعة وكم سكسس ريت وقياسات النجاح قد إيه
والزراعه هي اللي انا ببني عليها كل حاجه. ناجح في الزراعه ناجح في كل شيء. تجميل هيمشي ورا الزراعه، التركيبات هتمشي ورا الزراعه اكيد. طالما انا بزرع صح هعمل تجميل صح، اكيد هعمل تركيبات صح. الزراعه هي كور، هي حجر الزاويه اللي بيحدد مستوى نجاح اي مكان. تعالوا نعيش مع هذا المعنى المهم جدا ونشوف الى انهي مدى وصل التطور في عالم الزراعه مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، مش في مصر بس، في المنطقه العربيه كلها، في منطقه الشرق الاوسط، واحد من اللي طور التكنولوجيا في عالم طب الاسنان في مصر، وعمل ابجريد رائع للغايه لمنظومه في منتهى الاحترافيه. ضيفي العزيز اللي بيبدع دائما وميجستر عالم الاسنان اللي بسعد ان انا بشوفه عشره عمر وصداقه امتدت لسنوات طويله، ضيفي العزيز هو الدكتور نور الدين مصطفى المتخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان من برلين، والمؤسس لمراكز واي تي لي الاسنان الاسم الشهير. اهلا بيك صديقي العزيز، وحشني يا دكتور صاحبي. صديقي العغالي اخويا وصاحب وعشره عمر. طبعا طبعا، رحله طويله طبعا. قبل ما ابدا في زراعه الاسنان وهو الاخيري، واقول لك هو اول سؤال هيبقى ما هي زراعه الاسنان. تمام. لكن هل زراعه الاسنان هي الكور، هو المقياس لنجاح اي مؤسسه؟ زراعه الاسنان اصبحت قسم اساسي في اي مركز كبير عايز يحط نفسه في منظومه عالم الاسنان ويبقى له وضع في منظومه عالم الاسنان. فما بقاش غنى، ما بقاش في غنى عنها خاصه في الدول العربيه. ليه؟ لان احنا عندنا نتيجه الاهمال اللي حصل في السنين اللي فاتت، ونحن ناس مش بنهتم قوي باسناننا، حصل فقد لعدد كبير من الحالات وعدد كبير من الاسنان، فبقينا محتاجين لتعويض الاسنان دي. وطبعا زراعه الاسنان هي واحده من اهم، او هي الاهم في حالات تعويض الاسنان المفقوده. يعني ايه زراعه سن؟ ايه ما معنى زراعه سن؟ زراعه سن لازم الاول ايه نعرف ان السنه الاول اللي ربنا خلقها عباره عن ايه. السنه اللي ربنا خلقها عباره عن جدر جوه العظم ممسوك في العظم باربطه ومتغطيه العظم باللسه، ده كده الشكل المدفون اللي مش باين قدامي، وباين بعديه الكراون اللي احنا بنشوفه بعينينا اللي بنستعمله في الاكل، في الاسنان الاماميه، في القطع، في الضروس الخلفيه، في الطحن. ده الشكل الطبيعي للسنه اللي ربنا خلقها. طيب الزراعه هي المحاكاه لنفس الطريقه ونفس شكل السنه الطبيعيه، عباره عن جدر من التيتانيوم بيتحط جوه العظم وبيتساب الفتره الكافيه لغايه ما يحصل له عمليه اسمها اوسيو انتجريشن، او عمليه التعظم او الالتحام الكامل، لغايه ما تبقى الزرعه والعظم حته واحده. وبعدها بنبدا نركب الجزء الخارجي. يبقى كده هي عباره عن جزئين، جزء جدري مدفون جوه العظم والجزء الخارجي اللي بنستعمله في الاكل زي السنه الطبيعيه. عشان كده بنقول ان الزراعه هي التعويض الامثل لاي سنه مفقوده او هيتم فقدها، قررنا ان احنا نخلعها لاي سبب من الاسباب بنسبه 99% من الاسنان الطبيعيه. هل في حاجات تقول لك الحاله دي ما ينفعش يتعمل لها زراعه، موانع؟ كان زمان كان زمان. دلوقتي الاول هنقول الموانع نوعين. في مانع ان يكون حاله العظم ما تسمحش، وفي مانع ان الحاله الصحيه يكون ما تسمحش. طيب في حاله ان العظم ما يسمحش الكلام ده انتهى بقى خلاص. احنا دلوقتي عندنا من انواع الزراعات وتطويع التكنولوجيا في عالم الزراعه ان ما فيش حد دلوقتي نقوله ما ينفعكش زراعه خالص، الموضوع ده انتهى تمام. لكن على الحاله ان هو تظبط حالتها الصحيه علشان نقدر نزرع لها، والزراعه يبقى نعلي السكسس ريت بتاعها وتنجح. زي مثلا الحالات اللي عندها سكر، طول ما هو معدلات السكر في المعدلات الطبيعيه وعامل كنترول، فبنسميه سكر منتظم، بيعمل تراكمي كل 3 شهور والليفل بتاعه معقول، خلاص بنعتبره حاله عاديه. الحالات مثلا اللي عملت عمليات في القلب او بتحتاج تاخد ادويه مسيله، دي بتمشي على بروتوكول معين عشان لازم نوقف ادويه السيوله لفتره معينه، وبعد كده يعني بنجهز الحاله لعمليه الزراعه، وبعد كده بنزرع وبيكمل عادي. ففعليا ما فيش حد ما ينفعش نزرع له لو الحاله مستعده انها تسمع اللي الدكتور بيقوله وتمشي عليه، وفي نفس الوقت حتى لو حاله العظم ما كانتش تسمح ما بقاش فيه بقى عندنا من الحلول المتطوره ان احنا نقدر نتعامل مع اي نوع عظم.
ولما حد يفقد سن النهارده انسب وقت للزراعة؟ بص عندي حاجتين. بعض الحالات الافضل ان انت لو قررت تخلع سنه دلوقتي لانها مش هينفع خلاص تعالجها تعملها علاج عصب وكراون، لان زي ما قلنا ان اخر حاجه بنلجأ لها هي عمليه الخلع، يعني بنلجأ لعمليه الخلع دي في اضيق الحدود. بس لو خلاص الدكتور مضطر بيبدا يقيم، دكتور الجراحه بيبدا يقيم موضع العظم حوالين الدرس او السنه اللي هتدخلها. لو لقى ان حاله العظم جيده وان ما فيش اي نوع من انواع العدوى الانفكشن او الصديد يقدر يخلع ويزرع. وهنا بنستفيد من ان الجسم موجه الكاباسيتي او قدرته على الالتئام للمنطقه دي، فده بيساعد على سرعه الالتئام مع الزرعه، وبيخلي كمان الزرعه يحصل لها انتجريشن او تكامل مع او التحام مع العظم بسرعه، فده بيبقى انسب وقت. لكن لو الدكتور الزراعه وهو بيقيم الحاله لقى ان في انفكشن وحجمه كبير بطريقه معينه، يعني ما يقدرش ساعتها يزرع، بيحتاج ينظف العظم كويس، وممكن يحط عظم ويقفل، وبعد فتره كافيه من 3 ل 4 شهور يبدا يعمل عمليه الزراعه. بس يعني الافضل ما استناش بقى، عشان برضو من ضمن الحاجات ان انسب وقت ان انا ما استناش بعد كده. ليه؟ لان في عمليه فيسيولوجيكال، يعني فيسيولوجيكال بتحصل ان العظم طول ما انت مش حاطط فيه سنه او مش حاطط فيه زرع بيبدا يحصل له كولابس ويبدا يتاكل. فانت كل ما سرعت بعمليه الزراعه كل ما انت حافظت على كميه العظم الكفايه، فما تدخلكش في كومبليكيشنز او في اجراءات اكبر. اللي بيحصل دربكه في 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 انتظام الاسنان، الاسنان بتكربس على بعضها لما بيحصل الاسنان بتكربس والعظم بيتاكل وتيجي تحتاج بقى زراعه عظم او تحتاج تلجا لانواع معينه من الزراعات، اجراء بيبقى اكبر وبيحتاج عمليات اكتر. لاحظت انا من عشرتنا طول العمر ان انتوا طورتوا جدا عالم زراعه الاسنان في وايتي، يعني انتوا عملتوا، كنتوا دايما انا لما بقعد معايا الاقي تقول لي انا الجهاز الاشعه المقطعيه، الاجهزه بتاعه مش عارف ايه، اصل الدريلات ديت، احنا الزرعه دي اساسا، وتقعد تكلمني عن الزرعه كما لو كانت وانا شايفها بتاع صغيره جميله كده يعني ما ليه الزراعه تطورت بالتطورات الحديثة؟ إيه التطورات أساساً؟ لأن الزراعة ميكانيزم، فهو صناعة، والصناعة أكتر حاجة الشركات المطورة لعالم الزراعة في حالة منافسة شديدة جداً، سواء في تطوير المواد نفسها اللي بنشتغل بيها، أو في تطوير شكل الزرعة نفسه وتطويعها للحالات الأصعب. فالمنافسة دي خلت كل يوم في جديد، خليت كل يوم في حديث. واحنا من اول الحمد لله من اول المراكز في الشرق الاوسط اللي اهتمت بالزراعه من سنه 2004 واحنا بنشتغل زراعه، كانت لسه كلمه زراعه دي يعني ايه تزرع لي سن، يعني الناس احنا كنا لسه الناس تخلع ومش عارف هو عوض ازاي ولا هيعمل ايه، نقول له دي في حاجه زراعه، يعني ايه تزرع لي سن. كلمه الزراعه كانت يعني كلمه جديده سنه 2004. فاحنا لغايه من 2004 2007 كنا عملنا حالات كتير جدا، وبعد كده نتيجه الخبره في الزراعه بدانا نبقى على تواصل دائم مع اهم شركات الزراعه في العالم واهم مطورين الاجهزه اللي بتشتغل في الزراعه، سواء بقى كانت اشعه ثلاثيه ابعاد، سواء بيزيوتوم، سواء الزراعات نفسها. فبقى وطبعا المهم جدا 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 ان يبقى معاك فريق متخصص في الزراعه، لان هو ده الفريق اللي اصلا الشركات بتطور عشانه. فهو لو معاك فريق فاهم فهو بيعرف يستغل التكنولوجيا الحديثه بسرعه جدا، وبيعمل احسن نتائج باعلى سكسس ريت او باعلى نسب نجاح. اللي احنا شايفينها دي زي جوماتيك صح؟ زي جوما امبلانت. ودي انت خلاص، ما انا بقيت موجود 20 سنه بنتكلم في السنان، فخلاص خدت بكالوريوس. انت كده خدت ماجستير. يا ريتني كنت بدات معاك. عضيلك الماجستير. طبعا انت كان من اسئلتك هل في حالات ما بينفعش نزرع؟ لا، هنا دي اجابه، ان في بعض الحالات اللي ما بنلاقيش عندها عظم كفايه ان احنا نزرع لها. فالشركات اللي بتعمل الزراعه طورت زرعات حديثه جدا اسمها الزيجوما امبلانت. الزيجوما امبلانت هي زرعه عاديه بس طويله، بحيث ان هي تخش في الزيجوما. الزيجوما دي اللي هي العظمه اللي بيسموها في العربي الوجنه، دي عشان اخد زرعه من هنا تبقى شايله كل ده، فتبقى زرعه طويله جدا. والزرعات دي فيها ميزه مهمه قوي، اول حاجه بتخليك ما تزرعش عظم.
ليه؟ انت خلاص مش محتاج في المنطقه دي، ودي بالذات في الفك العلوي، لان انت عارف ان الفك العلوي نوعه سفنجي، تاني حاجه فيه جيب انفي، فبيحصل تاكل سريع جدا في العظم، ففي الاغلب ما بيلاقيش عظم، ده عظمه عظمه كده اتاكل خلاص. فاحنا ساعتها كنا زمان نعمل زراعه عظم ونستنى 6 شهور، وبعد 6 شهور نزرع ونستنى 6 شهور، وبعد كده ركب فيها سنه والحاله ماشيه بتركيبه متحركه تعبانه. التركيبات الزيجومه او الزراعات الزيجومه فيها ميزه مهمه قوي، ان انت تقدر تمشي الحاله بتركيبه مؤقته مثبته في نفس الزراعه، يعني مع الزراعه على طول. فانت الحاله ريحتها، وعايزين الصوره دي عشان دي الصوره دي بالذات فيها ثبتها بقى، عشان دي فيها كل انواع الزراعات بقى يعني دي فيها كل انواع الزراعات اللي موجوده دلوقتي. فانت تقدر على الزيجومه دي تعمل تركيبه مؤقته مثبته وقتي، فانت كده بتريح الحاله من ان هو حتى يمشي بتركيبه متحركه لفتره، لا انت بتعمل له تركيبه مؤقته مثبته، وبعد 3 شهور تقلبها لتركيبه ثابته. ازاي الصوره بقى ازاي حاله زي دي اتعملت؟ احكي لي بقى. انت مش حاسس ان اشعه مقطعيه؟ لا انت مش حاسس ان دي انشاء هندسي؟ يعني ده انشاء هندسي، ايه ده؟ زوايا وميل يعني وميلة. هنا انت عندك في الصوره دي اول حاجه احنا عاملين زرعات العاديه اللي قدام واخده اوضاعها الطبيعيه، بعد كده زرعتين جايين بميل بيعملوا انكرج، بعد كده في زرعات هنا بقى مش زي جومه، زرعه اسمها تريجويد. تريجويد في الـ في الـ في التيبريزيتي ورا بتتحط فيها بالميل ده، دي عظمه برضو يا جماعه، دي عظمه. ما هو فكره بقى الزراعه ايه؟ ان انت بدات تستغل اماكن مكان ما كنتش بتستغلها او ما كانتش متاحه، عظم توصل له، عظم تقدر توصل له، وبدا يتعمل لك زرعات علشان خاطر تناسب وتواكب المنطقه دي. هنا بقى تطوير الشركات انها تعمل لك زرعات توصل للايه، للاماكن، وتستغل العظم اللي انت مش بتقدر تستخدمه. اللي عجبني قوي في الزرعات دي الميول بتاعتها. ايوه انا بقول لك، بص بص انشاء شكله عامل ازاي. دي اوسكار في عالم زراعه الاسنان. يعني ازاي على فكره التحميل هنا يا جماعه زي كانه بالظبط نفس مقاييس تحميل الانشاء في الفنادق والعمارات الكبيره. هي انشاء هندسي بقى، خد بالك الجزء بتاع الزراعه هو جزء هندسي، في ميكانيزمات، في ميكانيزمات كتير جدا من اول الزراعه لغايه التركيبات، هي مبنيه على ميكانيزم واحمال، وهتحط اعتبر ان انت كانك بتنشئ مثلا كوبري معلق هيعدي نهر او يعدي منطقه كبيره، فانت لازم توزع احماله صح، تبقى عندها ميول تشيل وتوزع الحمل على الزرعات بشكل سليم، بحيث لما تعمل تركيبه تبقى واخده سبورت قوي جدا من الزرعات. الزراعه والتجميل، تغيير شكل الاسنان، تغيير شكل الوش، ناس كتير قوي مش متخيله اللي بيحصل في الوش بعد الزرع. طيب فاكر زمان حلقه لما كنت بقول لك المثل الاشهر اللي انا الفته اللي هو الفرق في شكل الوجه اسنان مش سنين. اسنان مش سنين، يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين شكل الصور اللي احنا هنشوفها قبل وبعد ان احنا حطينا سنين. يعني حضرتك لما تبص على الكيس دي قبل دي بعد كانها بنتها، يبقى الفرق هنا ايه؟ هي نفس الشخص، اسنان مش سنين، لان السنين ثابته، هي سنها ما اتغيرش، لكن لما حطينا الاسنان وشدت الوش ورجعت الجلد ده اصلا مشدود بالهيكل العظمي بتاع الفك والعضه، فهي فاقده للهيكل بتاع العظم، وفاقده للفيرتيكال دايمنشن او طول الوجه الطبيعي، فحاصل ساجنج او ترهل لما تقوم فارد الوش، يبقى ده الشكل. انتوا عندكم قسم تصوير شاطر؟ والله لو ما عندناش قسم الزراعه نفسه هو اللي شاطر، ما كانتش الصور تطلع. عجبني بقى الافكار قسم التصوير اللي هو اسبكت، هو بيصور من زوايا معينه. انا عايز اقول لك انت لو بصيت على الصوره كويس هتحس بتغيير شامل في حتى شكل مناخيرها. يعني شكل المناخير نفسه سبحان الله اتغير. ليه؟ لان انت لما فردت الفك وفردت الوش بقت المسافه اللي تحت الانف سليمه، فدي ادتك بعد ان مناخيرها ده يعني صغرت الاول، علشان خاطر زي ما قلت لك في ترهل، وما عنديش كميه، ما عنديش الفيرتيكال دايمنشن او طول الوش السليم، فتحس ان بقت ابعاد الوش كلها متغيره. تعرف انا لو كتبت كلمتين تحت الصورتين دول هكتب ايه؟ على الشمال هكتب الحاجه، على اليمين هكتب المدام.
الله. وده اكتب برضو الفرق أسنان بالسنين. ما فرق أسنان بالسنين صحيح، ما هي الحاجة والمدام، يعني الحاجة سن المدام يا مدام سن تاني خالص، أو يا أنسة كمان يعني ممكن تمشي أنسة والله. بس شفت الزراعة بتعمل؟ لا الزراعة بتعمل شغل محترم جدا. احنا انت هنا بنتكلم بدون الدخول في تفاصيل برضو، يعني احنا هنا بنتكلم على الشكل العام طبعا. خد بالك لو انت برضو ما عندكش الفريق الكامل، اصل الزراعة دي مش دكتور. الزراعة دي عدة اختصاصات عشان تطلع حالة، يعني في جراح هو اللي بيحط الزراعات وبيوزعها، في دكتور متخصص في التركيبات المتحركة، وده مهمته بالذات في الحالات اللي زي دي، ان هو الدكتور اللي بيعرف يرجع لك العضة الأصلية اللي راحت، هو اللي بيعرف يخلقها من أول وجديد على مقاسات معينة. وبعد كده يجي دور تركيبات الزراعة الثابتة، وأحيانا بنحتاج لترقيع لسه. فأنت بتتكلم في أربع تخصصات عشان توصل ان انت تعمل رهاب لكيس ما عندهاش سنان خالص، توصلها لشكل يبقى شكل طبيعي جدا وكمان وظيفي. ما انا لو عملت التركيبات مش قافله العضه سليم، ممكن تعمل لي مشكله في مفصل الفك. فاهم قصدي؟ فانت عندك ابعاد كل نص، كل ملي انت بتحطه في بتحط الزرعه فين، بتركب عليها ازاي، كل ده في الاخر بيديك منتوج نهائي، هو ده اللي يخلي الحاله مرتاحه شكلها طبيعي. واهم حاجه انها تمارس بالاسنان اللي ركبت دي الوظيفه كامله، من الاكل بشكل طبيعي جدا، الضروس بتطحن، الاسنان بتقطع، المفصل الفك في مكانه، ورجعت شكل وشي لشكله الطبيعي. طيب التصوير ده بقى تصوير خاص، يعني ده قليل جدا لما بنشوف المحترفين بيصوروا بالشكل ده كلوز قوي عشان يوريني التفاصيل الديتيل بتاع الماتيريال دي. مايكرو. مايكرو. انا بوريك هنا ان الزراعه، ان الزراعه يعني ايه مايكرو؟ يعني بتتصور بعدسات مايكرو اللي هي بتجيب التفاصيل. ماكرو كبير يعني تجيب تفاصيل كبيره، مايكرو تجيب التفاصيل الصغيره. هنا احنا عايزين نقول ايه؟ ان انت مش عشان سنانك وقعت وعلشان خاطر هنعمل لك زراعه فهنقول لك ارضى بقى وخد اي اسنان وكل واشرب. لا، وفي ناس ماشيه كده كتير. لا طبعا. الجزء التعويضي، انت لما بتعوض اسنان انت بتعوض وظيفه وشكل. فنجيب لك احلى شكل. فاهم قصدي؟ والشكل اللي يليق عليك ويبقى شكل الاسنان طبيعي. هنا خد بالك انت لو يعني انا هقول لك على حاجه، انت شايف اللثه دي؟ شايفها كويس؟ ركز فيها. لا في ستونز وجميله. دي مش لثه، دي لثه صناعيه احنا اللي عاملينها، بس معموله بشكل يحاكي ان السن، لان خد بالك من المشاكل الكبيره قوي ايه؟ ان الحالات لما بتخلع الاسنان وبتقعد فتره فبتفقد من العظم، فبالتالي انا بيبقى متاح عندي هنا وقف بقى على دي عشان هنا تشوف بقى اللثه. متاكله اللثه فوق صح؟ فاللثه بتتاكل. فانا لو انا رحت عامل السنه بالطول ده كله بقى شكلها ايه؟ لا هيبقى متوحش. فانا هنا بعوض الشكل احنا عندنا او الشكل الجمالي للابتسامه في الاسنان، حاجتين بينك ووايت، بينك لثه ووايت اسنان. فانا لازم احط السنه بحجمها الطبيعي وعوض الباقي بالبينك الصناعي اللي هو اللثه الصناعي، وتبان اللثه محفوره كان السنه طالعه من لثه طبيعيه، بحيث لما الكيس تبقى بتضحك شكلها اسنانها، شكلها اللثه بتاعتها، ما عملوش بقى سنه كبيره واقول له ايوه ما انت العظم بتاعك اتاكل انا عامل لك ايه. لا، عندنا من الحلول التجميليه اللي توصلنا ان شكل الاسنان يبقى شكله كده. ده لو احنا شفناه في اي حته مش هنتخيل ان دي لثه صناعيه. لا هتقول دي لثه، واللون طبعاً. حتى اللون هتلاقيها ماشيه لو انت كملت هتلاقي لسه بتاعته لسه ماشيه مع لونها، مع لون لسه الطبيعي مش محمر قوي ولا ارتقاء. يعني احنا مدينها اللون المناسب للشخص للحاله نفسها واللونه وللسه الاصليه بتاعته. دي حاجه جميله. يعني انت لو بصيت هتلاقي قبل ما نركب فوق هتلاقي عدد الزراعات اهو، هتلاقي اللسه هي نفس لون اللسه اللي احنا عملناه. هنا بدل ما الانسان ما يتقالوش انت بقى كنت في يعني من غير حاجه في الصحراء فرضه يلا بقى ارضى اقبل. لا احنا 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 بنعلي حاجة. احنا بنعلي الديماند عند الناس. انا عايزك تحلم، عايزك تشوف انت نفسك في ايه وهنعمله لك. الصوره دي بقى ليها تصوير خاص من الجنب. ايوه ليه؟ عشان اوريك ازاي بقه، لا ازاي هنا ان شفايفه اللي تحت سابقه شفايفه اللي فوق. شايف الفرق؟ الحته اللي انت قلتها في الاول اللي العظم اللي فوق اساسا بيتاكل اكتر من العظم اللي تحت. فاهم قصدي؟ لما باجي اعوض لازم اعوض ارجع تاني شفايفي لوضعها الطبيعي، فاديها سبورت. هنا التركيبه واحنا بنعملها لازم تاخد البعد ان تعمل سبورت
أو تسند الشفايف العلوية بالطريقة السليمة علشان كمان أعرف أتكلم كويس ويبقى شكلي مرتاح ويبقى شكلي. خد بالك كل العوامل دي هي اللي بتديك ثقة في نفسك. فأنت لو خدت الثقة في نفسك هتبدأ تتعامل مع التركيبات تنساها خالص، تبدأ تتعامل معها أنها أسنانك. في اللحظة دي خلاص أنت فعلا الدكتور اللي عمل لك، الفريق اللي اشتغل لك هو فعلا فريق وصل أنه هو يوصلك لنسبة نجاح 100%. تتذكر السن بتاع الحالة دي كام تقريبا؟ ده كان تقريبا 60 سنة. بص بقى شفايفه بعد شكله رجع بقى كأنه أربعينات. وفي ناس كتير على فكرة بتغلط وتروح تعمل عمليات تجميل قبل ما تعمل سنانها، وده غلط. قلت الكلام ده قبل كده، قلت 90% من الستات بتروح تعمل فيلر وبوتوكس وهي مش فاهمة ان المشكلة مش في جلدها، المشكلة ان هي بالكيس دي بقى انا بحبها قوي. بص عاملة ازاي. انت متخيل لولا الحسنة اللي موجودة تصدق ان دي هي دي؟ لا طبعا ما صدقش. والجميل هنا الماتيريال، عجبني قوي لون ال انا باكد عليك ايه باكد عليك ايه، ان زي ما قلت لك الزراعه هو ميكانيزم وهندسه، بس في الاخر انا بسلمك اسنان لازم شكلها حلو، لان في الاخر وظيفه الاسنان زي ما قلنا ان انا بستخدمها في الوظيفه في الاكل، لكن هي جزء اساسي في شكلي. انا اول حاجه معظم الناس اول حاجه بتشوفها فيك ضحكتك واسنانك، وهي بتدي انطباع عن صحتك، بتدي انطباع عن اهتمامك الشخصي بذاتك، بتدي انطباع عن جيناتك. فالعين بتاخد الحاجات دي كلها وتترجمها ان انت شخص صحي، شخص قوي، شخص اهتمامك بنظافتك الشخصية، كل ده بيترجم من الجزء ده. انا دايما ليا مقولة هنا على فكرة لسه برضو صناعية لسه صناعية. انا دايما كنت اقول ايه يعني دي انا من زمان وانا بقولها معاك، اول مره فكرت فيها كانت معاك، قلت ان الانسان له أذواق في كل حاجه في اللي قدامه. يعني مثلا انا لو في الستات، في ناس بتحب السمر، في ناس بتحب البيض، في ناس بتحب القمحويات، في ناس بتحب كله. انا عادي ما تفرقش، لو شايف في المهم الرجاله بالظبط يعني عادي كله جميل. في ناس بتحب العنايه واسعه، في ناس بتحب العنايه ضيقه، في ناس تحب الست الفيمينين قوي اللي هي يعني بنوته خالص وبتاع، في ناس بتحب الست اللي تبان يعني زي تحيه كاريوكا والشكل القوي ده. السنان مفيش خلاف عليها، مفيش حد بيحب حد سنانه وحش. وهو على فكره في السينما كمان لما عملوا وعندي سؤال ليك في حكايه بالنسبه للسينما دي، كل الافلام اللي اتعملت عايز اطلع احمق او غبي بلعب في سنانه، اعمله بضب شرير متوحش بلعب في سنانه، مدببة يعني هولي يعني العب في السنان. مين اساسي ما دام هتدي كاركتر مش مظبوط لازم السنان تخش فيه، بما ان لان هي هتديك على طول الاستيريوتايب اللي في دماغنا. هو بيقول ايه، انت سنانك شكلها مدببة يبقى انت راجل شراني، انت سنانك خارجه لبره يبقى انت عندك شويه فهم بطيء، انت سنانك غامقه ومسوسه يبقى انت يعني عندك اهمال في النظافه. يعني كده كل حاجه وليها او لو ستاندرد او تعليم مفيش، يعني كل شكل من الاسنان بيدي انطباع للبني ادم عن اللي قدامه. نورت، اسعدتنا كالعاده. ضيف العزيز الصديق يعني الزميل العزيز صاحب الحضور المتميز للغاية والعشرة الطويلة اللي نورنا النهاردة دكتور نور الدين مصطفى، المتخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، المدرب المعتمد للجمعية الدولية لزراعة الأسنان، والمؤسس لمراكز واي تي. نورت وكالعادة شرفت. شرفتين. خليكم دايما مع الناس الحلوة.